بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية نرحب فيكم جميعا معنا بدورة تقسيم المجموعات وربطها بالتقييمات، الواجبات والاختبارات المقدمة من عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قسم برامج التعلم الإلكتروني وحدة التدريب. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أعرفكم على نفسي، معكم أستاذة رحمة الشمراني، حكون معاكم اليوم إن شاء الله في الدورة من الساعة 11 للساعة 1. حنتكلم في أهم المحاور اللي في الدورة، حنتكلم عنها اللي هي المجموعات في نظام إدارة التعلم البلاك بورد وليس في الفصول الافتراضية. المجموعات أو الجروبز والموجودة في نظام إدارة التعلم الإلكتروني، الأداة وكيف نفعلها، أيضا تخصيص واجب للمجموعة، مجموعة معينة أو كافة المجموعات، وتخصيص اختبار لمجموعة معينة. أمامكم في الشاشة، لو أنتم شايفين الشاشة واضحة أمامكم، في QR كود أو باركود ممكن تمسحوه بالجوال لمشاركة رابط الجلسة للحضور من أي شخص مهتم بحضور الجلسة معنا. بالنسبة للتقييم، كثير بتسألوا عن التقييم. تقييم الجلسة إن شاء الله حيكون بعد مرور 80 دقيقة من الجلسة، يعني حيكون الساعة 12:10 حرسل رابط التقييم لتقييم الجلسة. التقييم يتم مرة واحدة، يعني مو في كل مرة أنا أرسل التقييم يعني تقيمه، خلاص هي مرة واحدة التقييم لإثبات حضوركم، وتكون البيانات صحيحة وكاملة، وأهم شيء الإيميل يكون صحيح. أرحب فيكم مجددا. الآن حشارككم سلايدات الجلسة، جلستنا جميلة وإن شاء الله حتستفيدوا منها، وجدا فعالة، يعني ما هي فقط جميلة، فعالة بنفس الوقت. نظام إدارة التعلم قصدت فيه هنا البلاك بورد. الفصول الافتراضية الكولابوريت ألترا هي تول أو أداة موجودة في نظام إدارة التعلم الإلكتروني، فأنا حتكلم عن المجموعات بالنظام بالبلاك بورد نفسها في نظام إدارة التعلم. كان عندنا دورة أمس إنشاء المجموعات من خلال الفصول الافتراضية خاصة بالفصل الافتراضي، وهي مجموعات مؤقتة، لكن هنا مجموعات دائمة على طول السمستر، يتم فيها تقسيم الطلاب والطالبات بناء على احتياجكم العلمي أو احتياج المقرر. طبعا حنتعلم كيف نقسم المجموعات وكيف نربط المجموعات بالواجبات، او بالاصح انه كيف نخصص لكل مجموعه واجب وكيف نخصص لكل مجموعه اختبار، وحنشوف السيناريو اللي يصير بكل تقييم او بكل اسسمنت. طيب محتوى الدوره برضو زي ما هو امامكم بالشات، المجموعات في نظام اداره التعلم اللي هي البلاك بورد، طريقة إنشاء المجموعات وأنواعها وضبط خصائصها وإعداداتها، تخصيص واجب لكل مجموعة، تخصيص اختبار للمجموعة، يعني بناء على متطلب المقرر عندكم حيكون إن شاء الله في تطبيق عملي، فلا تخافوا، يعني لو شفتوا السلايد شوي معقد حنطبق مع بعض ونشوف كل السيناريو اللي حيظهر أمامنا وكيف نتعامل معه. طيب سؤال أطرحه لكم قبل ما أبدأ، في دقيقة فقط، أبغى الإجابة في دقيقة، ليش حضرت الدورة؟ صباح الخير، تم حضوري دورة أمس كاملة وعند طباعة الشهادة تظهر صفحة لم يتم الحضور. بالنسبة للاستفسارات الخاصة بأي دورة أخرى أو حتى للشهادات، ممكن عشان ما نعطل الناس اللي معانا بالدورة، ممكن تتواصلوا عن طريق الإيميل الموجود بالشات، إيميل وحدة التدريب. فدكتورة هند تواصلي إن شاء الله، عندنا أستاذة سناء الخولي حتتواصل معاكي. والشهادة عادة يعني تاخذ وقت للظهور والاعتمادات، فاستني عليها شوية. طيب ليش حضرت معنا الدورة؟ يعني هل في احتياج، هل في احتياج يعني، أو إنه يعني الموضوع شدكم؟ في دقيقة عشان نستغل الوقت. بالشات ممكن تشاركوني، أكيد دكتورة أسماء يحتاج تطبيقها في الكورس، دكتورة لبنى ممتاز، الاحتياج المعرفة كيفية تقسيم ممتاز، دكتور إحسان حضرت رغبة للتمكن من عمل، احتياج الرغبة في تنويع الواجبات ممتاز، دكتورة عايدة يعني تبغى، دكتورة عايدة عندها هدف إنه
ظروف عواطف، تطوير مهاراتي واستخدامها في المقرر. برافو عليكم. سبب الحضور، أحتاج ربط المجموعات بالتقييم دكتورة مريم. الموضوع مشوق، وكمان التنويع دكتورة مواهب، برافو عليكم. عملت المجموعات كثير، لكن آخر مرة ما كان يوزع الدرجة على كل المجموعات. دكتورة نيرفانا عندها مشكلة فتبى تعرف كيف تحلها. طيب يعطيكم العافية جميعا. حنبدأ الآن بشكل، هل ممكن كذلك عمل مجموعات بمحاضرة واحدة فقط يعني مؤقتة؟ هذه خاصة بالفصول الافتراضية، إذا تقصدي الدكتورة فوزية خاصة بالفصول الافتراضية. عمل مجموعة للطالبات، برافو عليك دكتورة عايدة، برافو عليك، سيناريو جدا جميل. دكتورة عايدة عندها فكرة إنه تبى تسوي مجموعة خاصة بالطالبات المتغيبات عندهم عشان تسوي لهم اختبار بديل، أو حتى تسوي لهم اختبار أو تسوي الواجب أو تسوي لهم بونس أو بأي طريقة تبى تعدل وضعهم. كنت أقدر أعمل مجموعات لكن ربطها بالواجبات والاختبارات لم تضبط معي دكتورة فاطمة، حشوف مع بعض. برفع عواطف صراحة، أنا حريصة الحضور مع حضرتك، الله يعطيك العافية لأن شرحك متميزة، أنت المتميزة برفع عواطف، يشرفني تواجدك معي والله، يشرفني تواجد الجميع، وأهم شيء أنه تستفيدوا. يعطيكم العافية جميعا. طيب عندنا هرم التعلم، أكيد مر على حضراتكم كيف يتعلم الآخرين، أو ممكن سمعتوها كمعلومة، يعني ممكن الهرم ما تعرفوا أنه فيه هرم اسمه هرم التعلم لإدغار ديل، لكن كيف يتعلم الآخرين أكيد مرت عليكم. في ناس تتعلم 10% تتعلم من القراءة ما قرأته، يعني كيف ترسخ كمان المعلومة، 10% من المعلومات ترسخ بإيش أنا، إيش هو الشيء اللي أنا قرأته، 20% ما هو الشيء الذي سمعته، 30% لو أنتم شايفين ما هو الشيء اللي أنا شفته. للجميع هذه حسب دراسة يعني عند إدغار ديل. 50% ماذا رأيت وماذا سمعت، 70% من المعلومات اللي ترسخ في أذهاننا ما هو الشيء الذي ناقشته مع الآخرين أو الشيء اللي حصل عليه نقاش، 70% يعني نسبة جدا كبيرة. 90% عمل وممارسة هذا الشيء، يعني الهرم هذا خطير وهذا معتمد في أكثر المدارس اللي بتتبع طرق علمية للتدريس. هذا يعني أن 10% ما نقرأه، يعني 10% بيرسخ من الأشياء اللي إحنا بنقرأها، 20% بترسخ في أذهاننا من الأشياء اللي إحنا بنسمعها، 30% من الأشياء اللي إحنا بنشوفها، 50% بالناس بالذات الناس البصريين، في ناس سمعيين ما ترسخ أصلاً المعلومة، 50% ما نقرأه وما نسمعه، 70% ما تمت مناقشته مع الآخرين مستحيل يتنسى، 80% ما نمارسه شخصياً يعني هنا الخبرة، 90% ما نعلمه للآخرين. يعني العمل التشاركي أو العمل ضمن مجموعة يحقق لنا 70% من التعلم و90% من التعلم. يعني الطالب لما يكون في مجموعة ويسمع ويتناقش مع أصحابه بنفس الوقت يتعلم ذاتيا ويشرح لأصحابه، هو تعلم رسخت المعلومة 90% و70%، يعني شيء مذهل، وهذا يعطينا أهمية العمل التشاركي. في مقولة شهيرة اللي هي أخبرني وسوف أنسى، أكيد هذه المقولة تعرفون، علمني وممكن أتذكر، أشركني وسأتعلم. هذه المقولة جدا شهيرة اللي تقول أخبرني ممكن أتذكر وسوف أنسى، علمني ممكن أتذكر لكن أشركني وسأتعلم. كلكم مع المقولة هذه؟ واحد إذا كنتم معاها، واحد أكيد الجميع، يعطيكم العافية. طيب إيش فوائد العمل التشاركي؟ إيش فائدة العمل التعاوني أو التشاركي أو ضمن مجموعة أو ضمن جروبز؟ يتيح للطلاب التفاعل وتبادل الأفكار زي ما قلنا، المشاركة والدسكشن أثناء الدراسة وتوضيحها بحرية، لأنه بينه وبين أصحابه ما في رقيب أو في أحد بيقنن أفكاره. يوفر الفرصة الملائمة للتواصل وبناء العلاقات الإنسانية والتعاون، يعلمهم التعاون. يسهم التعلم التعاوني والتشاركي في تعليم الطلاب كثيراً من القيم والاتجاهات مثل التعاون وبناء الثقة، ارتفاع معدلات التحصيل عند الطلاب وزيادة القدرة على التذكر زي ما قلنا،
هيحقق للطالب 70% و90%، تحسين قدرات التفكير عند الطلبة، زيادة الحافز الذاتي نحو التعلم. كيف؟ الطالب لما يكون في مجموعة يحاول يقرأ هو وأصحابه عشان يوصلون المعلومة لبعض، لأنهم هم مسؤولين الآن لتوصيل المعلومة لبعض. فهذه أبرز فوائد التعلم التعاوني أو ضمن مجموعة أو التعلم التشاركي. طيب، تكلمنا بشكل نظري أو أعطينا مقدمة تربوية بسيطة، حندخل الآن في الكور، في الشيء الأساسي اللي هي المجموعات في نظام إدارة التعلم. أول شيء بعطيكم مفهومها كيف تتم. مثلاً أنا عندي مقرر دراسي اسمه CS102 شعبة BA، مثلاً حاسب آلي وعلوم حاسبات. المقرر الدراسي موجود في البلاك بورد، ركزوا معايا هنا لأنه لو فهمتوا المفهوم حتعرفوا تطبقوا. فالمقرر عندي 16 طالبة، هذا المقرر على البلاك بورد وأنا المدرس، وعندي 16 طالبة أمل بس ما إلى أمل. أنا في نيتي عندي مخطط، ممكن ما تحتاج المجموعات، لكن أنا عندي مخطط ضمن تدريسي لمادة السي إس إني حقسم الطلاب أو المجموعات الطالبات ضمن مجموعات. مجموعة رقم 1 بعطيها اسم التقنيات، مجموعة رقم 2 مثلا بسميها مجموعة الشبكات بناء على الموضوع اللي حوزعه عليهم أو المشروع اللي حوزعه، مجموعة رقم 3 حعطيها مجموعة الأمن الشبكات مثلا، المجموعة رقم 4 حعطيها الأوبريتنج سيستم أو مجموعة نظم التعلم أو نظم النظم أوبريتنج سيستم. طيب، في البلاك بورد عندنا تول اسمها المجموعة، تقوم بتقسيم الطلاب بالطريقة اللي أنا أختارها. أنا اخترت إنه أمل وبسمة وفاطمة وخديجة يكونوا في مجموعة وسميتها اسم، تقدروا تحطوا لها اسم. في داخل المجموعة تقدروا تتيحوا منتدى نقاش خاص بهم، تقدروا تسووا واجب، حنشوفها مع بعض. بس هذا مفهوم دكتورة داليا. دكتورة داليا الآن المفهوم، حنجي بنشوف كيف نسمي المجموعات، كيف نزبطها بناء على إيش تختاري أنت بالمقرر تبعك. عندنا حتيح لهم تبادل الملفات فيما بينهم، حسوي لهم نموذج اختبار خاص، وبنفس الطريقة المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة. هل المفهوم وصل للجميع؟ رقم 1 اتفقنا إنه إيوة، رقم 2 في إشكالية. طيب، ممتاز. البقية واضح عند الجميع؟ ممتاز، يعطيكم العافية. هو لا أكيد المفهوم واضح، بس برضو نعطي فكرة كيف تعمل هذه الأداة. طيب، المجموعات وأنواعها. عندنا المجموعات في البلاك بورد أنواع، حيوضح أكثر. برافو عليك دكتورة فاطمة. مع التطبيق حنشوف كيف يتم عن طريق البلاك بورد، لكن الفكرة واضحة واصلة. المجموعات وأنواعها تسمح للمعلمين أو لأعضاء هيئة التدريس بتنظيم الطلاب في مجموعات زي ما ذكرنا، كما يستطيع المعلمون توفير أدوات للاتصال زي ما قلنا، بحيث لا يسمح للوصول إلا للأعضاء المجموعة نفسهم. حنشوف كيف. يتيح النظام إنشاء أكثر من نوع من مجموعة. المجموعات عندنا في البلاك بورد أنواع، في حاجة اسمها إنشاء مجموعة واحدة، بس هي نفس الفكرة لكن طريقة الإنشاء تختلف، وفيها تسجيل ذاتي، الطالب يسجل بنفسه في المجموعة اللي هو حابها، وفي تسجيل يدوي أنا أقسمهم بنفسي. إنشاء وحدة مجموعة إنه أنا أقسم الطلاب مرة واحدة، يعني أقسمهم في مجموعات مرة واحدة، وسيتاح فيها تسجيل ذاتي، يعني الطلاب يختاروا المجموعة اللي تعجبهم نفس الطريقة لأني قسمت المجموعات في المنهج بشكل كامل. تسجيل يدوي أنا أدخلهم بالمجموعة اللي أبغى، تسجيل عشوائي سيستم يقسمهم بشكل عشوائي. حنشوف كيف وحنشرحها بشكل أكبر وتوسع. طيب، آلية عمل ذلك في نظام إدارة البلاك بورد أو إدارة التعلم. عندنا بالقائمة الجانبية بمقرراتكم، هل في رابط اسم المجموعات أو الجروبز؟ نعم، دكتورة ضحى عندها، دكتورة ضحى قطان عندها. ممتاز، برافو عليكم، يعني في المقررات الآن أصبح فيه رابط اسم المجموعات. ممتاز، هي هذه اللي حنتكلم عنها، ما هي المجموعات وكيف تفعلوها. طيب، في ناس تقول لو ما هو عندي، في بعض المقررات زمان ما كان فيها، يعني في بعض المقررات ما كان فيها المجموعات أو ما كانت فيه الجروبز. كيف نسوي؟ نروح من الرابط، أول شيء نتأكد من وضع التحرير، هذا خارج للناس اللي عندهم المجموعات. أنتم كأعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس إذا عندكم المجموعات ما يحتاج تعملوا هذه الطريقة، سكيب على هذه.
لكن لو في ناس ما عندهم حشرحها بشكل سريع. أول شيء نتأكد من وضع التحرير إنه تشغيل، نروح عند الدائرة اللي حتظهر اللي جنبها زائد في القائمة وحنفتحها، لو ضغطنا عليها حتطلع قائمة مسدلة، نختار ارتباط أداة لأنها أداة، هي المجموعات أداة، نكتب الاسم المجموعات ونختار الأداة من هنا إنه أداة المجموعات، ونسوي متاح بحيث إنه الطلاب يشوفوها، ونعمل إرسال، في النهاية حتظهر المجموعات. واضحة هذه النقطة؟ اسكيب للناس اللي عندهم المجموعات في المقرر. طيب كيف ننشئ المجموعات؟ كيف ننشئها؟ مجرد أدخل على المجموعات، الرابط الجانبي في المقرر اسم المجموعات أو groups، أول شيء أتأكد من وضع التحرير إنه شغال، لأنه وضع التحرير لو كان أوف أنت طالب على المقرر، لو كان أون تشغيل أنت عندك كل صلاحيات التعديل والتحرير في المقرر. فندخل على المجموعات حتظهر لنا هذه الصفحة. الصفحة هذه لو ضغطنا على إنشاء، ركزوا معي، حيظهر مجموعة واحدة وتحتها تسجيل ذاتي وتسجيل يدوي، وحدة مجموعة تسجيل ذاتي، تسجيل عشوائي، تسجيل يدوي. ما تفتكروا لما تكلمنا أنواع المجموعات في البلاك بورد؟ هذه هي أنواع المجموعات. طيب حنشرحها بشكل أكبر وتوسعي أكثر. أنواع المجموعات اللي ظهرت عندنا، شفنا عنوان، هذا ما هو إلا عنوان، مجموعة واحدة عنوان، هذا ما تضغطوا عليه، وتحته فيه تسجيل ذاتي، أنواع المجموعة الواحدة والتسجيل يدوي. إيش معناته؟ يعني أنا زي دكتورة عايدة أفتكر هي اللي تكلمت، قالت أنا فقط أبغى أنشئ مجموعة واحدة في المنهج أسميها مجموعة البنات المتغيبات. فهي ما حتروح هنا وحدة مجموعة، حتروح دكتورة عايدة، حتروح هنا تختار يا تسجيل ذاتي، أكيد ذاتي لأنه طالبات معينات، فتروح عند مجموعة واحدة لأنها حتنشئ مجموعة حبة حبة، يعني إنشاء مجموعة واحدة في كل مثل مرة. في مثلا لو أريد إنشاء مجموعتين باسم مجموعة مشروع الشبكات ومجموعة مشروع التقنيات، أنا أبغى أنشئهم حبة حبة، فلا بد أن أقوم بذلك مرتين. لكن وحدة المجموعة لو مثلا أبغى أنشئ هذه المجموعتين مرة واحدة، حسويها في مرة واحدة، يعني حسوي كذا مجموعة في المنهج مرة واحدة. واضح الفرق بين المجموعتين؟ هي نفس الفكرة، لكن هنا كتسهيل تنشئ عدة مجموعات مرة واحدة، وهنا لو تبى تنشئ مجموعة واحدة أو تبى تنشئ مجموعة حبة حبة. واضح الفرق بين طريقتي التسجيل أو الإنشاء؟ بروف إكرام واضح، ممتاز. ضحى، مرفت، بروف عواطف، البقية واضحة؟ لأنه إذا فهمت الفكرة دكتورة عايدة لا. طيب دكتورة عايدة أوضحها لك. دكتورة عايدة الآن عندك الطالبات المتغيبات، يعطيكم العافية جميعا، بس عندنا دكتورة عايدة عندها إشكالية اثنين معناته غير واضح. تبي تنشئي مجموعة واحدة هي للطالبات المتغيبات عندك، فما حتروحي يا دكتورة عايدة عند وحدة المجموعات. ليش؟ لأنه أنت فقط مجموعة واحدة، هنا حيجبرك أقل مجموعة تنشئيها اثنين، يعني أنا لو دخلت هنا تسجيل ذاتي ما حتقدر تنشئي مجموعة واحدة، حتنشئ اثنين أقل شيء، لأنه هو حينشئ لك مجموعات مرة واحدة وسوي إعداداتها مرة واحدة. لكن لو أنا أبغى أنشئ مجموعة لها إعدادات خاصة وبسوي المجموعة الثانية وفيها إعدادات خاصة، أبغى أنشئ مجموعة حبة حبة، فحتروحي الطريقة هذه. واضح دكتورة عايدة؟ واضح؟ ممتاز، يعطيك العافية. طيب أهم شيء عرفتوا إيش الفرق. طيب لو لاحظنا، رجعنا هنا في المجموعات، إنه هنا في مجموعة حبة حبة كان فقط نوعين من التسجيل، تسجيل ذاتي إنه الطالب أنت تنشو ثلاث مجموعات حبة حبة والطالب يختار المجموعة اللي تناسبه. هنا لو التسجيل يدوي أنتوا حتدخلوا مجموعة واحدة مثلاً أو ثنتين حتنشوها وحتحطوا الطلاب بناءً على رغباتكم. وحدة المجموعة نفس الطريقة في الذاتي وفي اليدوي، يعني أنشئ ثلاث مجموعات وأحط في كل مجموعة اللي أنا أبغاهم، أو مثلاً أنشئ ثلاث مجموعات والطلاب يختاروا اللي يعجبهم. وفي حاجة اسمها تسجيل عشوائي، بحيث أني أنا أقول للسيستم لو سمحت أنشئ لي ثلاث مجموعات ووزع للطلاب بكيفك فيهم، لأنه هنا الفكرة ليش أضاف العشوائي؟ لأنه هنا حتنشئ أكثر من مجموعة، هنا لو تنشئ مجموعة واحدة ما حتختاروا عشوائي، فهنا الفكرة أنه وحدة المجموعة أضيف لها تسجيل عشوائي لأنه أقل إنشاء حيكون مجموعتين. فلو اخترتوا عشوائي وعندكم في المقرر 16 طالبة حيقسمهم 8-8. واضحة فكرة أنواع التسجيل؟ ممتاز، يعطيكم العافية.
برافو، يعطيكم العافية. طيب زي ما ذكرنا، مجموعة واحدة فيها ذاتي وفيها يدوي، وحدة مجموعة تسجيل ذاتي ويدوي نفس الطريقة، لكن أضيف العشوائي لأنه إحنا حننشئ أكثر من مجموعة فالسيستم مرة واحدة، فالسيستم ممكن يوزع الطلاب عليهم. خلاص إحنا عرفنا إيش أنواع المجموعات، وإيش الفكرة إنه حط لي هنا وحدة مجموعة وهنا حط لي مجموعة واحدة. حنتعرف على مجموعة واحدة اللي هي تسجيل يدوي، يعني حنشئ مجموعة مجموعة أو حبة مجموعة حسويها. أول حاجة حنشوف التسجيل اليدوي، يعني مثلا رحت عند إنشاء ورحت عند مجموعة واحدة واخترت تسجيل يدوي، إيش حيظهر لي؟ أول شيء إيش اسم المجموعة؟ في دكتورة هنا سألتني من فين نحط اسم المجموعة، ماني فاكرة إيش اسمها، بس هنا نحط اسم المجموعة. اسم المجموعة مجموعة الشبكات مثلا، لأنه تفتكرون أنا قلت حقسم طلابي بناء على المشاريع. دكتورة عايدة إيش حتقول؟ حتكتب مجموعة الطالبات المتغيبات فرضا. الوصف مثلا أنا حكتب سيتم هنا أو المجموعة خاصة بالطالبات المشتركات في مشروع التقنيات. دكتورة عايدة إيش حتكتب سيناريو تبعها؟ حتكتب هذه المجموعة متخصصة للطالبات المتغيبات في الشعبة. طيب هل المجموعة ظاهرة أم لا؟ كيف ظاهرة أم لا؟ يعني هل الطلاب حيشوفوها لو دخلوا المجموعات زيكم؟ حتظهر المجموعات زي بقية، زي الواجب، زي بقية الأشياء بالبلاك بورد، أو لا ما حيشوفوها؟ فهذا أكيد حنختار نعم، لأنه الطالب نبغى يشوف المجموعة. بعدها حيقول لي إيش الأدوات اللي تبي تحطيها؟ تفتكروا قلنا كل مجموعة حنحط فيها طالبات أو طلاب، والطلاب عندهم أدوات خاصة فيهم، الطلاب الآخرين ما يشاركون فيها. إيش الأدوات؟ ححط لهم البريد الإلكتروني، حط لهم المدونات، اليوميات، هذه إن شاء الله دورات تسمى عندنا أدوات التفاعل المتقدم، يعني اليوميات مدونات إحنا حنشرحها إن شاء الله مستقبلا، تبادل الملفات، لوحة المناقشات اللي هي المنتديات، المهام، الكولابوريت. ألترا ما هو فعال، يعني لو اخترتوه ما حيتفعل فعليا، لأنه عندنا إنه ما في صلاحيات للطالب ينشئ جلسة براحته. هنا مواقع الويكي، هذه هي أبرز الأدوات اللي تكون متوفرة للطلاب، بحيث يتشاركوا الخمسة طلاب أو الخمسة طالبات الأدوات هذه بينهم، أصحابهم الثانيين ما يشوفوها. بعدها يقول لي لأنه يدوي أنا اللي حضيف المستخدمين في مجموعة الشبكات، حيظهر لي العضوية إضافة المستخدمين، حروح أدور عليهم بالطريقة اللي تدوروا عن المستخدمين وتعملوا لهم إضافة، حنشوف كيف. يعني حد أول ما أسوي إضافة حتظهر لي هذه القائمة، يقول لي أدخل رقم الطالب، حتظهر قائمة الطالب، أعمل تشيك على الطالب اللي أنا أبغاه وأسوي إرسال. طيب كذا أنشأنا المجموعة. لاحظوا هنا يمكن ما هي واضحة عندكم، مجموعة واحد اثنين ثلاثة، هذه بالنسبة للحقيبة، لكن برضو بجانب المجموعة في سهم لونه رصاصي زي ما هو موجود. هل أقدر أضيف كذا طالب في وقت واحد؟ إيوة. يعني هنا سؤال دكتورة مرفت جميل، تقول أنا مجموعة، أكيد المجموعة تبعك دكتورة مرفت أو أي دكتورة أو أي دكتور فيها أكثر من طالب، فهل أختار إضافة مجموعة حيظهروا لي كل الطلاب؟ أعمل عندهم تشيك، أو لو في طالب معين أبحث عنه بالرقم الجامعي، أو أختار من الطلاب وأعمل إرسال. أربع طلاب، خمسة طلاب. بعد ما أنشأت المجموعة، لاحظوا هنا قائمة مجموعات أنا أنشأتها بنفس الطريقة حبة حبة، بجانب كل مجموعة في سهم رصاصي، أختار تحرير لو أنا أبى أحرر في المجموعة، فتح لو أبى أدخل المجموعة نفسها. فعندنا خصائص حذف، أقدر أحذف من هنا بالطريقة. هل بتكون محاضرة مسجلة للرجوع لها؟ مسجلة دكتورة مها، مسجلة، وحنرفعها إن شاء الله بإذن الله على يوم الأحد، حتكون موجودة بإذن الله. إحنا كذا خلصنا المجموعة تبعنا. لاحظوا هذا مجموعة قديمة عندنا، مجموعة سميناها مشروع متابعة إنجازات الموظف. لا طيب لحظات بس أشارك الدكتورة هنا بتسأل عن حقائب الجلسات في الرابط التالي. هلا عفو دكتورة، في الروابط التالي. فلاحظوا هذه المجموعة سموها مشروع متابعة إنجاز الموظف، لما دخلنا عليها لقينا خصائص المجموعة فيها الأعضاء، لو فتحنا هنا حيظهر الأعضاء، الأدوات اللي أنتوا شاركتوها تفتكروا، هنا واجبات المجموعة، حنتكلم بعدين عن واجبات المجموعة. الآن فقط كيف ننشئها؟ هذا التسجيل اليدوي، لاحظتوا في التسجيل اليدوي أنا دخلت وحطيت الطلاب اللي أنا أبغاهم. حنطبق مجموعة التسجيل الذاتي، نفس الطريقة أبغى أنشئ مجموعة واحدة، بس هذه المجموعة أبغى أخليها خيارية للطلاب، يعني مثلا أنا بسوي ثلاث مجموعات حبة حبة وأخليها خيارية للطلاب، بحيث أن الطالب يدخل على مجموعات يلاقي مجموعة الشبكات، مجموعة التقنيات، مجموعة الأمن السبراني مثلا، وياك دكتورة دانية،
فحختار، حيجي الطالب ونقول المجموعات أمامكم، كل طالب يدخل ويختار المجموعة اللي هو حابها، فحيضغط الطالب، حنشوف كيف مجموعة التقنيات وحيعمل تسجيل. طيب كيف نسويها؟ بنفس الطريقة، حنروح إنشاء من المجموعات، إنشاء، ونختار تسجيل ذاتي، أول كنا يدوي، الآن ذاتي، الطالب يسجل بنفسه. بنفس الطريقة، اسم المجموعة، الوصف للمجموعة. لاحظوا في نقطة هامة هنا، جدا هام النقطة هذه، إيش معناته؟ لا، عرفنا أن المجموعة ما تظهر للطلاب زي الخيارات الأخرى في البلاك بورد. نعم، المجموعة ظاهرة للطلاب، صفحة التسجيل فقط. إيش يعني؟ يعني مثلا أنا حسوي، أول ما يضغط الطالب على مجموعة التقنيات يقوم يظهر له زي الكونتراكت أو عقد بيني وبين الطالب، إنه هذه المجموعة سيتم تسجيلك فيها للمشروع الفلاني، وصف لصفحة التسجيل، ويعمل أوكي وتسجيل، لكن ما حيشوف المجموعة، ما حيدخل، بس فقط صفحة التسجيل. يعني أنتوا لو مثلا الدكتورة تقول أبغى في البداية أسجل وبعدين أشوف الطلاب يعجبوني ولا لا، ما أبغى على طول يدخل على المجموعة، ممكن أشوف طالبتين مع بعض أنا ما أبغاهم يكونوا مع بعض مثلا، أو طالبين مع بعض مثلا أنا ما أبغاهم يكونوا مع بعض مثلا. في ناس تقول زي كذا، أول شيء أجمع البنات، أنا شكلي برجع ورا في هذه. طيب تختار الأدوات، هذا التسجيل الذاتي تكلمنا عنه، تسجيل الذاتي تكلمنا عنه، خلصته. طيب احنا وصلنا هنا صح؟ طيب في التسجيل الذاتي في ناس تقول انا فقط ابغى اجمع الطالبات، ابغى اجمع الطلاب وبعدين يقدروا يدخلوا على المجموعة، يعني انا اقصد يقدروا يدخلوا على المجموعة هنا، لما يضغط الطالب مشروع متابعة الإنجاز يدخل هنا. لا، أنتم ما تبغوا يدخل هنا، فقط أول شيء يقرأ العقد، صحيفة التسجيل، ويسجل، بعدين أنا أتيحها له. فاهمين الفكرة هذه؟ هذه لازم أطبقها معكم عشان تتخيلون الفكرة. نعم، أنه يدخل لداخل المجموعة، صفحة التسجيل فقط، الكونتراكت اللي بيني وبين الطالب، ظروف إكرام في التسجيل الذاتي، بعد أن يسجل الطالب في مجموعة، هل يستطيع الطالب تغيير مجموعته ويسجل ذاتيا في مجموعة أخرى؟ ما يستطيع تسجيل مجموعته، يعني هو لو سجل في مجموعة التقنيات بروف إكرام حيبقى في مجموعة التقنيات بناء على الأعضاء، لسه ما كمل التسجيل، لكن يقدر يسجل في المجموعة الأخرى، يقدر يسجل في مجموعة أخرى بالذاتي، يقدر يسجل في مجموعتين، ممكن تحذفيه بعدين، تخرجيه من المجموعة. واضح؟ طيب بعدها حنكمل التسجيل، حيقول لي ايش الادوات اللي تبغى تتيحوها، البريد، المدونات، نفس الطريقه السابقه. هنا صحيفه التسجيل، ما ادري بروف اكرام واضح النقطه، صحيفه التسجيل اللي قلنا زي الكونتراكت يقراها الطالب، هنا مثلا نكتب له في صحيفه التسجيل هذه المجموعه خاصه بكذا كذا مثلا، البريد، العفو، البريد. هنا يا دكتوره فوزيه في عندنا بريد بين الطلاب يتراسلوا عن طريق البريد الموجود، أداة البريد عندنا، البريد الإلكتروني نشرحها إحنا، في أدوات يعرفوا إيميلات بعض، الإيميلات المسجلة بالأودس، إيميلات الطلاب المسجلة بالأودس، البريد نشرحها في أدوات التفاعل، يعني هذه أغلبها من أدوات التفاعل المبتدئة والمتقدمة. طيب هنا صحيفة التسجيل، يعني مثلا العنوان حيكون صحيفة التسجيل في مجموعة التقنيات، حقول له هنا، أقول هذه المجموعة خاصة بالاتفاق، زي اتفاقية بينكم وبين الطلاب، إنه هذه المجموعة ستكون فيها العمل على المشروع الفلاني، وسيكون معك في المجموعة، يقسمون بشكل ذاتي 4 طلاب، هل ممكن فتح التسجيل لفترة؟ ممكن فتح التسجيل للفترة وإغلاقه، حنشوفها الآن. طيب كم عدد الطلاب الموجودين في المجموعة؟ يعني تسجيل ذاتي ما هخليه على طول، يعني مثلا أنا مجموعة الشبكات هحط فيها 4 أعضاء، سجل الـ4 أعضاء، الثاني ما حيقدر يسجل، ما حيقدر يسجل في المجموعة لو المجموعة اكتفت، لو مثلا حطيتها 10 حتتعبى بالـ10، ولو المجموعة الثانية لسه ناقص يقدر يسجل كمان في المجموعة الثانية، فهنا العدد الأقصى للأعضاء في المجموعة. طيب هذا مثال إنه لما دخل سوى تسجيل، عدد الأعضاء تسجيل ودخل على المجموعة، لأنه هنا أتاحوا له المجموعة، لكن لو هو ما أتحت المجموعة فقط صحيفة التسجيل حيوصل الطالب هنا وما حيشوف هذه. واضح النقطة هذه حقت التسجيل الذاتي، حنطبقها مع بعض بعدين نروح وحدة المجموعة، واضحة؟ عشان حدخل الآن شير للبلاك بورد. رقم 1 إذا كانت واضحة، إذا في أي سؤال يصير نشرحه عن طريق التطبيق. طيب ممتاز، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية جميعاً.
طيب الآن هل أقدر أحدد وقت محدد للمجموعة ولا تكون 24 ساعة؟ ما في وقت محدد للمجموعة، وقت العرض قصدك للمجموعة؟ قصدك وقت ظهور المجموعة؟ أيوة فيه، حنشوفها الآن. طيب حنسوي شير الآن، أنا خرجت من الكولابريت بس بسوي شير لنفس المجموعة. إن شاء الله يكون واضح عندكم، أنا دخلت الآن على البلاك بورد، إن شاء الله يكون واضح. طيب حنجرب في هذا المقرر، قلنا حنروح للمجموعات. لاحظوا في المجموعات، هذه مجموعات قديمة موجود عندي، أنشأتها مسبقا. لاحظوا أقدر أحرر فيها، أفتحها، أدخل أشوف إيش الطالب بيشوف، وأقدر بنفس الوقت أحرر في نفس المجموعة، يعني أعدل فيها. هذه خيارات متقدمة. طيب إحنا حنجرب الآن التسجيل اليدوي، إنه أنا أحط الطلاب بنفسي. فهروح تسجيل يدوي، هكتب اسم المجموعة، مجموعة نظم مثلا التعلم، أكتب هذه المجموعة خاصة بالتسجيل في نظم التعلم، حيث سيكون هناك مشروع جماعي بينك وبين 5 من الطلاب. التوضيح، أبغاها ظاهرة للطلاب لأني خلاص يتشاركوا فيها الطلاب. أبغى أحدد لهم البريد، مدونات لا، اليوميات لا، تبادل الملفات لا، عشان ما أسوي لود على نفس المقرر بحيث إنه يرفعوا لي ملفاتهم فما أحتاج، خلاص يتبادلوا بالبريد بينهم البين. لو حتى المناقشات أيوه حسمح لهم. المهام لا، الألترا ممكن أحط لهم المهام عشان يتعرفوا إيش المهام الموجودة بينهم كأدوات المحتوى، هذه غير مفعلة. المواد الأكاديمية غير مفعلة، إن شاء الله مستقبلا يفعلوها. الويكي لا، ما حفعلها. طيب إعدادات التخصيص، هذه غير ما حشرحها لأنها زي ما قلت لكم طرق العرض الذكية متقدمة. إضافة مستخدمين، طيب لاحظوا أنا على طول أول ما فتحت ظهر لي الناس الموجودين معايا في نفس المقرر. أنا طبعا مقرري تريننج كورس، ما عندي، هذه زميلة لي، فلنفترض أنها طالبة. لو تبوا تبحثوا عن طالب برقم طالب معين تقدروا بالطريقة هذه، وكان المقرر تبعكم فيه أكثر من طالب. نعمل إرسال، ظهر لي أعضاء المجموعة وأقدر أحذفهم من هنا، ونعمل سبميت، ظهرت لي مجموعة نظم التعلم، أقدر أحرر وأفتح. لو فتحناها هتكون بالطريقة هذه، أعضاء المجموعة، الأدوات اللي تحتها للطلاب، لو في واجبات هتظهر للطلاب هنا. نشوف معاينة الطالب، حنروح لهذا طالب، الآن أنا طالب على السيستم. الطالب حيجي هنا في المجموعات، حيلاقي المجموعة اللي هو أنشأها. طبعاً أنا ماني روزان فما حشوف مجموعتي، أنا عشاني الآن رحمة على السيستم فما حشوف المجموعة الخاصة بي، لكن لو أنا روزان اللي أنا الطالبة حشوف مجموعتي اللي هي مجموعة نظم التعلم. نعمل إنهاء. طيب الآن نروح نشوف التسجيل الذاتي اللي هم الطلاب يسجلوا بنفسهم. أبى أحاول أحذف هذه الأشياء عشان نشوف كيف. أبى أحذفها مرة واحدة عشان نشوف كيف ننشئ ذاتي، لأنها كلها تسجيل ذاتي المجموعات هذه. حروح للتسجيل الذاتي بنفس الطريقة، مجموعة الشبكات هذه خاصة بالطلاب اللي في مشروع الشبكات، لكن قلنا حنسويها حوصف المجموعة، هذه المجموعة خاصة بالطلاب للطالبات اللي في مشروع الشبكات إلى إلى. حنحط صفحة التسجيل فقط، حنشوف الطالب كيف حيشوف صفحة التسجيل. حتيح البريد الإلكتروني، لأنه نعم حتظهر بنفس الطريقة السابقة، اليوميات لا، تبادل الملفات، لوحة المناقشات أيوة، المهام، أدوات الويكي لا. طبعا صحيفة التسجيل، صحيفة التسجيل في مشروع الشبكات، أكتب التعليمات، سيتم وضع 4 طالبات أو 5 طالبات، أوضح للطالب إيش في هذه المجموعة وإيش المطلوب منه في الترم وكم عليه درجة مثلا لو في واجبات. السياسة بينكم بين الطلاب، الحد الأقصى ححط 3 أعضاء،
طبعا هل تسمح للطلاب انهم يشوفوا اصحابهم؟ طبعا عرض الطلاب، عرض الاعضاء للطلاب يشوفوهم. طيب هذه نشيلها لانه سرد المجموعات شيء اخر في المحتويات، ونعمل ارسال. طبعا نشوف معاينة الطالب، ظهرت عندي مجموعة الشبكات، نشوف معاينة الطالب. أنا مثلا الطالبة، أنا موجودة الآن رحمة لكن كطالبة على مقرري، هروح المجموعات. المجموعات هنا، تحرير المجموعة، صحيفة التسجيل فقط، والسماح بالتخصيص وعرض سرد المجموعات. نجرب ونعمل إرسال، نعمل معاينة والمجموعات. لاحظوا في سرد في سرد المجموعات لازم تحطوا صح، في سرد المجموعات لازم زي ما هي باي ديفولت تسجيل فقط، صحيفة التسجيل، وقال لي عدد الأعضاء، والأعضاء حاليا ما هم موجودين، لو أحد سجل حشوفه مين اللي سجل، لأني أنا سمحت للطالب يشوف الأعضاء وعملت تسجيل. طيب نرجع للمجموعات مرة ثانية، نلاحظ إنها هي اختفت لأنه فقط ظهر لي صحيفة التسجيل وأخفيتها عن الطلاب. طيب لو أنا نفس المجموعة، رحت عند نفس المجموعة وعملت تحرير للمجموعة وعملت إنه المجموعة كاملة حتظهر للطالب المسجل وعملت إرسال، إيش حيظهر للطالب؟ حيظهر للطالب الصحيفة وحيقدر يدخل للمجموعة. لاحظوا حيدخل تسجيل، حتظهر العقد بينك وبين الطالب لو في أحد سجل، كم عدد الأعضاء المسموح، وتسجيل، ظهرت لي المجموعة. مرة ثانية حقدر أدخل مجموعتي لأني قدني سجلت من قبل، لاحظوا اسمي في أعضاء المجموعة، وأقدر أرسل لأعضاء المجموعة بريد إلكتروني بناء على البريد الموجود بالأودس. هذه فيما يخص مجموعة واحدة واحدة. لاحظوا لو بأنشئ مجموعة ثانية بنفس الطريقة واحدة واحدة، هرجع تسجيل ذاتي أو يدوي واحدة واحدة. هنا كمان بنوه على حاجة، إنه لو مثلاً في المجموعات أنا الآن بسجل، لو هنا عدد الأعضاء اللي سجلوا ثلاثة ما حيظهر التسجيل للطالب لأنه اكتفت المجموعة. لو عدد الأعضاء اللي سجلوا هنا ثلاثة، ثلاثة أعضاء أحمد ومحمد وخالد، أنا كعبد الله ما حقدر أسجل لأنه خلاص هذا حيختفي لأنه خلاص الحد الأقصى امتلأ. أنا رجعت لي نفس في أي سؤال؟ معنى شريحة التسجيل، معنى شريحة التسجيل، طيب في أسئلة كثيرة واضح. طيب هل لوحة المناقشات تعمل مثل محادثة الواتس في المجموعة؟ لوحة المناقشات هي المنتديات دكتورة فوزية، لو أنت حضرت المنتديات، المنتديات إنه زي نقاش، زي إنه تضعي موضوع والطلاب يتناقشوا فيه فيما بينهم بالردود، يعني المجموعة تظهر للطالبات المسجلات فقط. أيوه هذه اليدوية، ممكن كمان أخفي قائمة المجموعة، ممتاز. ممكن إعادة توضيح معنى شريحة التسجيل، معنى أو شرح معنى شريحة التسجيل كاتفاقية، زي كأنه يعني بتعليمات بينكم وبين الطالب بروف إكرام، يعني أول ما أدخل للطالب حيظهر. أنا بشوف في أحد رسل هنا، ممكن إعادة طلعني مرة ثانية، في دكتورة رسلت إنه خرجها تبى شرح آخر، حشوف دحين لو فيه إمكانية. إضافة التقدير والنقاط، هذه قصدك في لوحة المناقشات دكتورة، التقدير والنقاط في لوحة المناقشات. خلونا أجاوب على بروف إكرام. بالنسبة لشريحة التسجيل أو التسجيل، صحيفة التسجيل، معناته الطالب لما يجي يسجل حيقرأ تعليماتك بروف إكرام، إنه هذه المجموعة بناء تسجل فيها مرة واحدة، هذه المجموعة تكون مجموعة بحثية عن مشروع الشبكات، عن مشروع التقنيات، زي التعليمات بينك وبين الطالب. دكتورة مريم، إضافة التقدير والنقاط بالنسبة للمنتديات، هذه نشرحها بالمنتديات بشكل موسع، الآن فقط بتكلم عن المجموعات وإنشائها وربطها بالواجبات والاختبارات، لكن في إن شاء الله المنتديات أو تعزيز التفاعل بالمنتديات والويكي حنشرح بالتفصيل المجموعات. هل عمل المجموعة يرفع على الواجبات أو المنتديات؟ مثلا عمل المجموعة يرفع على الواجبات، إحنا اليوم حنتكلم كيف تنشئ مجموعة وكيف ترسلوا الواجب للمجموعة، حنتكلم عن الواجبات دكتورة نيرفانا، واضح؟
أدخل على السلايد أكمل؟ نكمل على السلايد؟ أعطوني رقم واحد إذا تبوني أكمل. الناس اللي في ناس قطع معاهم النت، الدورة مسجلة إن شاء الله وحتكون مضافة على يوم الأحد بإذن الله عن طريق الروابط الموجودة. طيب الآن نرجع نكمل بالسلايد. كيف حسيتوا، سهلة ولا صعبة؟ حسيتوا فيها صعوبة ولا طريقة إنشائها سهلة؟ أنا بسوي شير للفايل بس ما، طيب فين وصلنا؟ وصلنا عند المجموعة التسجيل اليدوي، تكلمنا عنه وشفنا الطريقة، والذاتي وحدة مجموعة الآن. طيب أبا أشوف، لا سهلة، برفع عواطف سهلة، يعطيكم الضحى، إحسان، نيرفانا. طيب لو حابة أضع واجب حنتكلم عنها، هي دورتنا أصلا كيف تخصصي واجب للمجموعة، لكن في البداية قلنا أول حاجة حتكلم المجموعات كيف تنشئها، سهلة، بس كيف تعمل بيان لما نعملها للطالبات، كيف تعمل يبان للطالبات بوضع ضعي نعم، إذا اخترتي للطالبات حطي نعم، يعني هنا المجموعة لما تجي تنشئيها حيقول لك تبي تظهر للطالبات، هل تبيها تظهر للطالبات ولا صحيفة التسجيل، فحتختاري نعم إنه تظهر للطالبات لو تبغي المجموعة تظهر. طيب نكمل، أعطوني رقم واحد عشان نشوف وحدة المجموعة، هي نفس الطريقة وحدة المجموعة لكن هنا كيف تنشئوا مجموعات مرة واحدة. طيب ممتاز، يعطيكم العافية. هنا جدا جميلة برضو وحدة المجموعة، جميلة جدا، لكن ما حنتكلم عن الذاتي واليدوي لأنها نفس الطريقة، فحنركز على العشوائي لأنه شيء جديد حنطبقها كلها، لكن بالشرح حشرح لكم العشوائي. حنختار هنا وحدة مجموعة اللي أبا أنشئ أقل شيء مجموعتين مرة واحدة، يعني ما حنشئ مجموعة حبة حبة زي ما سويت المرة الأولى، حنشئ مجموعتين مرة واحدة. حروح من وحدة مجموعة مجموعات، حروح وحدة المجموعات تسجيل عشوائي، حكتب اسم المجموعة، ممكن لأنه لو حطيته هنا الاسم حيتكرر للمجموعتين، يعني هنا ما في إتاحة إني أضع للمجموعتين اللي أنشأتها اسم خاص، يعني مثلا أنشأت مجموعتين مرة واحدة وسميتهم هنا مجموعة، حتكون مجموعة مجموعة وترجع تغيروها من التحرير، واضح النقطة هذه؟ يعني الاسم هذا حينعطى للثلاث المجموعات اللي انشأتهم مرة واحدة، يعني مجموعة الشبكات حيكون اسم الثلاث المجموعات مجموعة الشبكات، فأنتوا لازم تكونوا أذكياء تعطوا اسم محايد مجموعة. واضحة النقطة حقت الاسم؟ رقم واحد إذا كانت واضحة. ممتاز ممتاز، يعطيكم العافية. دكتورة مها ما هي واضحة. دكتورة مها في المجموعة واحدة واحدة كنت أضع اسم حيتغير وبعدين أغير كل واحدة. ممتاز دكتورة عايدة. في وحدة لما كنت أنشئ مجموعة حبة حبة كنت أحط اسم لكل مجموعة لأنها هي المجموعة الوحيدة اللي حنشئها، لكن وحدة مجموعة حننشئ مجموعات مرة واحدة، يعني حنشئ ثلاث مجموعات أقل شيء مجموعتين. طيب السيستم ما حيسمح لي أن أسمي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، فالاسم اللي أضعه هنا حيتكرر في المجموعتين وبعدين تغيري زي ما ذكرت دكتورة عايدة. واضحة النقطة دكتورة مها؟ واضحة، ممتاز. الوصف حأحط الوصف، هل هي ظاهرة للطلاب أو لا؟ هنا تسجيل عشوائي ما فيه صحيفة التسجيل لأنه السيستم اللي هو اللي حيقسمهم. ممتاز دكتورة هدى. طيب إتاحة الأدوات، البريد اللي تبوا تتيحوها من أدوات تكون في المجموعة بنفس الطريقة. ركزوا معاي في النقطة هذه حقة التسجيل العشوائي. التسجيل الراندوم حيكون السيستم ياخذ الطلاب الموجودين ويقسمهم بناء على أنتوا إيش طلبتوا. طيب كيف يقسمهم؟ عدد الطلاب لكل مجموعة، يعني أنا ما حددت عدد المجموعات، لكن أنا يا بلاك بورد أبغى في كل مجموعة 4 طلاب، يعني أنا عندي 20 طالبة وأبغى في كل مجموعة 4 طلاب، حيسوي له هو سيستم 5. أنا ما قلت له أبغى 5 مجموعات، بس قلت له عدد الطلاب لكل مجموعة 4، وقلت له لو هذا بالنسبة لعدد الطلاب. لو أنا أبى أقسم مجموعات أبى أجبر السيستم أن يحط المجموعات، أقول له لو سمحت قسم لي 4 مجموعات، أنا عندي 20 طالبة سوي لي 4 مجموعات. فإيش حيسوي السيستم؟ حيروح يسوي لك 4 مجموعات أو يسوي لك 4 مجموعات ويوزع الطلاب فيهم، فحيكون في كل مجموعة كم؟ 5. فأنتوا تبوا تقسم المجموعات بناء على عدد الطلاب اللي أنتوا تبوه في كل مجموعة أو بناء على المجموعات اللي أنتوا تبوها. واضحة النقطة هذه؟ رقم واحد إذا كانت واضحة. ممتاز، يعطيكم العافية، برافو عليكم. طيب في سؤال كمان آخر. طيب أنا لو عندي الطلاب 22 و
وكتبت عدد المجموعات، أبغى مجموعات 5 أو 4 مجموعات، وحط لي في كل مجموعة 5، بقي طالبين فين يحطهم؟ الطالبين ذولا فين حيحطهم؟ هل تبغوا توزيع الأعضاء المتبقين اللي هم الطلاب هذول اللي موجودين بين المجموعات بشكل عشوائي؟ يعني ممكن حيكون عندكم مجموعة فيها 6، انتوا طلبتوا 4 مجموعات، حيكون في مجموعة لأنه أصلا الشعبة عندكم فيها 22 طالب، فحيكون في مجموعة فيها 6 والمجموعة الثانية 6 والمجموعة الثالثة 5 و5، لأنه زاد عليكم أعضاء. هذه أول خطوة في التصرف في الأعضاء الزايدين. لو عددهم 1 حيكون في مجموعة 6، لو عددهم 21 زي ما بتقول دكتورة سامية، حيكون في مجموعة فيها 6، المجموعة الثانية 5، الثالثة 5، الرابعة 5، بناء لأنه أنتوا طلبتوا 4 مجموعات. وبنفس الطريقة لو الطلاب وحصل فيه زيادة للأعضاء. طيب في طريقة أخرى لتوزيع الأعضاء، الطلاب الزايدين الاثنين أو الطالب الزايد زي ما قالت الدكتورة سامية، هل تبغوا أخصص له مجموعة زيادة؟ يعني أنتوا طلبتوا هنا 4 مجموعات، هل تبوني أفتح مجموعة زيادة وأحط فيها الطالب، أدرج الأعضاء في مجموعاتهم، أو ممكن الطالبين أسوي لهم مجموعة خاصة فيهم وتحضل ناقصة، أو تبوا الأعضاء البقية ذولا اللي أنا ما قدرت أقسمهم كسيستم لأنهم أصلا ما دخلوا في الحسبة، هل أنتوا تبوا بعدين تضيفوهم يدوي بناء على آرائكم أنتوا إيش حابين؟ واضحة هذه النقطة بالنسبة للأعضاء اللي ما تقسموا؟ أعطوني رقم 1 إذا كانت واضحة. برافو عليكم الجميع، واضحة؟ برافو عليكم، يعطيكم العافية. طيب ممتاز. طيب هنا في التسجيل اليدوي، إحنا خلصنا من التسجيل العشوائي، نعمل سبميت وحتظهر لنا المجموعات وحنطبقها بشكل يدوي بشكل تطبيقي، نشوفها مع بعض. لكن هنا بالتسجيل اليدوي حيقول بالتسجيل اليدوي كم مجموعة تبوا تنشؤوها، لأنه تفتكروا إحنا كنا نقول إنه في كل مجموعة في وحدة المجموعة أقل شيء 2، كم مجموعة تبوا تنشؤوها؟ كم مجموعة تبوا تنشؤوها يدويا؟ لأنه هنا في وحدة المجموعة تنشؤ أقل شيء مجموعتين، مو حبة حبة، الفرق بينها وبين مجموعة واحدة إنه في وحدة المجموعة. فالتسجيل اليدوي هذه إضافة أنا دخلتها في السيستم، إنه حيطلبكم حددوا عدد المجموعات اللي تبوها تنشأ يدويا، وإنتوا في النهاية تدخلوا حبة حبة وتحطوا فيها الأعضاء. حنشوفها مع بعض بشكل عملي. لاحظوا هنا بشكل يدوي اخترنا مثلا 3 مجموعات، سواء لمجموعة 1، مجموعة 2، مجموعة 3، وحتدخلوا عليها حبة حبة وحتضيفوا فيها الأعضاء. طيب الفروقات بين المجموعات في إنشائها العشوائي، تحديد عدد الطلاب في كل مجموعة وتحديد المجموعة زي ما ذكرنا، ويوفر خاصية لتوزيع الأعضاء المتبقين. التسجيل اليدوي، الدكتور أو عضو هيئة التدريس هو يوزع الطلاب ويستعرضهم. التسجيل الذاتي، الطالب يدخل المجموعة اللي حابها ويسجل نفسه فيها. طيب حنطبق الآن بشكل عملي، إحنا كذا خلصنا المجموعات، حندخل بشكل عملي. في أي سؤال قبل ما نشرح بشكل عملي؟ في أي سؤال قبل ما نشرح بشكل عملي؟ دكتورة ضحى، تفضلي دكتورة ضحى، تفضلي دكتورة ضحى، إيش سؤالك؟ أقصد لا، أيوه تقصد لا. دكتورة هند تفضلي، 2 لا، ممتاز، ما في أي سؤال، برافو عليك، يعني كلكم 2، يعطيكم العافية. طيب حندخل الآن، حدخل أشارككم شاشة البلاك بورد، لذلك أنا ما حقدر أشوفكم، فاللي عنده سؤال ممكن يحطه من الآن بالشات، لأنه إذا شاركت ما حقدر أشوفكم مرة ثانية لأني حكون بنفس البلاك بورد. الآن أنا شاركت البلاك بورد، حنروح بنفس المقرر، حنروح للمجموعات، تكلمنا عن الإنشاء وحدة وحدة، حبة حبة، وجربنا الذاتي وجربنا اليدوي. حنروح عند وحدة المجموعة، حنسوي التسجيل اليدوي الذاتي اللي هو الطلاب، حننشئ مجموعات أقل شيء مجموعتين، أقل شيء مجموعتين مرة واحدة، والطالب يدخل في المجموعات يحرر بنفسه أو يختار المجموعة بنفسه. فحندخل، قلت لكم حطوا اسم محايد عشان في النهاية أنتوا حتعدلوا على المجموعة، لأنه حيعطي نفس المجموعات المنشأة نفس الاسم. حنحط الوصف، هذا التسجيل الذاتي في وحدة مجموعة. المجموعة ظاهرة، نعم صحيفة التسجيل، أنا أبغى المجموعة ظاهرة ما أبغى صحيفة التسجيل. هحط لهم البريد الإلكتروني وصحيفة التسجيل حتظهر، لكن ما أبغى هي الوحيدة، أبغى صحيفة التسجيل وأبغى المجموعة ظاهرة. اليوميات لا، تبادل لوحة المناقشات أيوة، المهام مهمة عندي، هذه الأشياء غير مفعلة، الويكي لا ما أبغى الويكي. طيب
اسم الصحيفة التسجيل برضو حطوا هنا اسم عام بالمجموعة. وحنكتب هنا زي ما سألت بروف إكرام قالت إيش المفترض أكتب، تكتبي مثلا يا دكتورة إنه هذه المجموعة خاصة بالتسجيل في المشاريع حيث تتطلب هذه المشاريع واجب، سيكون هناك واجب، إيش كيف تقسيمكم للمجموعة، أو مثلا هذه المجموعة خاصة بالمتغيبات. طيب عدد الأعضاء في كل مجموعة الحد الأقصى 3، السماح لأنه ذاتي فنقول إنه 3 مثلا أو نحط 2 براحتكم. طيب السماح للطلاب قلنا لازم تكون صح باي ديفولت. عدد المجموعات اللي ينشأها لأنه قلنا وحدة مجموعة، لاحظوا إنها مهمة لأنه وحدة مجموعة. طيب لو تبوا تنشوا مجموعة مجموعة ليش رحتوا وحدة مجموعة؟ كان رحتوا مجموعة واحدة، فأنتوا أقل شيء مجموعتين أقل حاجة. نعمل سبميت إرسال. لاحظوا ظهرت معايا مجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2. طيب إيش حسوي أنا؟ حروح أعدل في اسمها، بسوي وحدة اسمها مجموعة التقنيات مثلا، حسوي تحرير وحسميها هنا مجموعة التقنيات. لاحظوا لأنه أنشأها مرة واحدة فكان اسمها يعني 1 2 مرقمها لي، وهنا مجموعة 2 حسميها مثلا مجموعة نظم أو مو نظم، مجموعة أمن الشبكات مثلا. وصفها لو تبوا تعدلوا في صحيفة التسجيل واحدة ما يمديكم تعدلوا، نعمل إرسال. هذه هي، صار عندنا أمن وصار عندنا التقنيات، هذه تسجيل ذاتي. لاحظ معاينة الطالب، فحيروح الطالب للمجموعات حيلاقي للانضمام للمجموعة إيش تبغى تنضم. هذه وحدة مجموعة، تبغى تنضم لهذه المجموعة ولا لهذه المجموعة؟ تبغى تسجل هنا ولا تبغى تسجل في المجموعة الثانية؟ ويقدر يسجل في المجموعة الثانية، يقدر يسجل، حتظهر له إنه يقدر يسجل في المجموعة الثانية تسجيل. لاحظوا الطالب الآن سجل بالمجموعتين اللي هو اختارها. هذه فيما يخص التسجيل الذاتي. طيب لو مثلا نبغى نشوف، انا عشان بيسوي لي ريستارت الجهاز فالله يستر. طيب نبغى نشوف الان اللي هي المجموعات، حنختار تسجيل عشوائي اللي تبغوا تشوفوه اللي السيستم يقسم. هنا حطيت مجموعه مثلا، حطيت الوصف تبع وحدة المجموعة، إيش الوصف؟ حنيجي هنا أبغاها ظاهرة للطلاب، طبعاً ححدد الأشياء اللي أنا أبغاها تكون موجودة للطلاب بنفس الطريقة، هذه الأدوات متكررة بنفس الطريقة. طيب عدد الطلاب في كل مجموعة مثلاً هو ما حيسمح لي لأنه أنا أصلاً ما عندي طلاب بالسيستم، فحقول له 3 مثلا، وزع الأعضاء بين المجموعات بحيث أنه لو زاد أعضاء وزعهم بين المجموعات الزايدة، يعني مثلا لو زاد طالب دخله في أي مجموعة. ونعمل إرسال. ما حيسمح لي، لاحظوا لا يمكن لأنه عدد الطلاب اللي عندي أقل من عدد المجموعات اللي أنشأتها، فيعني هذه ما حقدر أطبقها لأنه ما عندي طلاب في السيستم. لو حطينا وحدة، ممكن أنا عندي طالبة وحدة بجرب، زبط الحمد لله. لاحظوا هذه المجموعة بتسجيل عشوائي، لو فتحناها فتح المجموعة أظهر لي الطالبة اللي هي الوحيدة اللي هي روزان كانت معايا بالمقرر، ودخلها بشكل عشوائي في المجموعة الوحدة، يعني لأن أنا قلت له أبغى مجموعة واحدة، أول كتبت 3 مجموعات فقال لي ما يمدي أصلا ما عندك أنت طلاب عشان نوزعهم على 3 مجموعات. طيب حنجرب الآن المجموعات اللي هي وحدة مجموعة تسجيل يدوي، يعني حنشوف التسجيل يدوي بنفس الطريقة، حنحط الاسم تبع المجموعة وتقدروا تعدلوا بعدين، ممكن نحطها داش أو أندرسكور عشان تختلف عن اللي قبلها. نحط الوصف، المجموعة ظاهرة نعم، البريد الإلكتروني، المدونات، اليوميات، تبادل الملفات قلنا نبعد عنها مع أنها حلوة بس خلاص هم في بريد يتبادلوا بالبريد، لكن عشان ما تأخذ مساحة المقرر. طيب لاحظوا هنا تسجيل يدوي، ما قال لي فين الأعضاء، تسجيل يدوي. عدد المجموعات هحط 1 لأنه أنا أصلاً ما عندي طلاب، لو حطيت 2 حيرفض،
فحقول له واحد واعمل ارسال. طيب قال لي اضافة مستخدمين، تبي تضيف مستخدمين لانها مجموعة واحدة، لو انا طلبت اكثر من مجموعة ما حيظهر لي هذا الشيء، لو حطيت اكثر من مجموعة ما حيظهر لي. اضافة مستخدمين حيظهر، حختار رودان واعمل ارسال، واعمل ارسال، ظهرت لي المجموعة اللي هي بالداش لو دخلنا فيها روزان اللي انا اضفتها بشكل يدوي. واضح ولا في اي سؤال؟ طيب في اسئله. لو انشات مجموعات عشوائيه وبعد كذا رغبت الطالبات في تغيير اسماء الطالبات، تقدري دكتوره اسماء تقدري تحذفي وتضيفي الطالبه. تفتكري لما قلت لك لما اضفت روزان قدرت احذفها؟ انا ابغى في مجموعه واحده. كيف في مجموعه واحده؟ ما فهمت سؤالك دكتوره فوزيه. يسجل في احد المجموعتين فقط، اليس كذلك؟ على حسب العقد اللي هو يسجل، هو يقدر الطالب يسجل في مجموعتين، لكن تقدري في صحيفه التسجيل توضحي له، وكمان لو المجموعه اكتمل فيها عدد الاعضاء ما حيقدر يسجل فيها. بتقول مجموعتين، اقصد السماح بمجموعه واحده. يعني هنا قصدك يا دكتوره، انا ما فهمت قصدك، يعني هنا قصدك في المجموعات، إنشاء المجموعات هنا مجموعة واحدة، لو أبغى أنشئ مجموعة واحدة أو حبة حبة، المجموعة حبة حبة، لأنه لو لاحظت هنا في التسجيل ذاتي يقول لي كم مجموعة، أنا عشان ما عندي طلاب إلا واحدة، فلو اخترت ثلاثة حيسوي لي ثلاث مجموعات، لو اخترت أربعة حيسوي لي أربع مجموعات بناء على عدد الطلاب عندي مرة واحدة. يعني لو لاحظتي هذه في مجموعات أنشأتها مرة واحدة. واضح دكتورة فوزية؟ واضح للجميع؟ رقم واحد واضح، عشان ندخل كيف نخصص واجب وكيف نخصص اختبار. دكتورة فوزية كمان واضح؟ أو أني أنا ما فهمت سؤالك؟ واضح للجميع؟ أنا موجودة بالشير، لو في شيء ما هو واضح أقدر أشرحه لكم. على الجميع واضح عندهم؟ الصوت. طيب دكتورة فوزية بالنسبة للصوت، أبشري أرفع يدك ما عندي مشكلة. في الإنشاء العشوائي هل يمكن للطالبات أنفسهم بتعديل قائمة الأسماء؟ لا، الطالب ما عنده خيار يعدل الأسماء ولا يحذف. هل الدورة مسجلة؟ نعم مسجلة، وهذه روابط التسجيل حتكون متاحة على يوم الأحد. في سؤال آخر ولا أشوف دكتورة فوزية؟ إحنا لسه ما خلصنا، الناس اللي بشوفهم بيطلعوا، إحنا لسه ما خلصنا. طيب اتفضلي دكتورة فوزية. الناس اللي بتقول. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طالبة يعني أنا ما أبغاها يتاح لها أن تسجل مجموعتين، أنا أبغاها يتاح لها فقط تسجل مجموعة واحدة، أقدر أتحكم بهذا الشيء؟ عن طريق وحدة مجموعة تقدري، عن طريق وحدة مجموعة، بس يعني بشرط ما يكون في يعني أنا بنشئ أربع مجموعات. طيب وبخليهم هم يسجلوا ذاتي بنفسهم. فالمهم أنا أبغاها مثلا أظهر لأن المجموعات وهي تختار واحدة من المجموعات تسجل فيها. أوكي، فإيش فهل في أقدر أتحكم؟ هذا بس هذا سؤالك بس؟ أيوة. طيب اوكي ابشري دحين انا حرجعك عشان برجع للميك بارتسمنت. طيب الان سؤال دكتوره فوزيه، تقول انا لو مثلا عندي التسجيل تحت التسجيل العشوائي، تحت التسجيل الذاتي، الطلاب يسجلوا بنفسهم، هل الطالبه تقدر تسجل في كذا مجموعه؟ نقول لها ايوه تقدر تسجل في كذا مجموعه اذا انشات المجموعات عن طريق وحده مجموعه واحده. لكن لو أنشأت يا دكتورة المجموعات عن طريق وحدة مجموعة، يعني أربع مجموعات مرة واحدة، حيتاح التسجيل لها في مجموعة واحدة فقط. نشوفها عملي بشكل عملي. طيب أنا حجاوب على السؤال هذا لأنه صح في كونفيوز، حذف هذه كل المجموعات مرة واحدة. لاحظوا أنا كيف بحذفها، في إجراءات مجمعة حذف المجموعة، لأنه بالفعل هذا السؤال في كونفيوز. أول حاجة لو أنا سويت تسجيل ذاتي للطلاب وسميت مثلا مجموعة واحد اختصارا للوقت، وسويت الوصف وسويت صحيفة سويت عنها هي ظاهرة مع صحيفة التسجيل، وسويت هنا اسم الصحيفة مثلا أي اسم وضعته اختصارا للوقت، وعملت إرسال المجموعة الثانية بنفس الطريقة، سميتها ذاتي وسويتها اثنين وسويت لها وصف، لاحظوا حبة حبة قاعدة أنشئها، وحطيت لها وزبطت الأشياء وسويت اسم صحيفة التسجيل مثلا، نحط ونعمل إرسال عشان الوقت. لاحظوا أنا كطالبة الآن أصبحت رحمة كطالبة، هي مجموعتين بشكل عشوائي، يعني بشكل ذاتي أنشأ التسجيل فيها ذاتي، أقدر أعمل تسجيل وأقدر أرجع للمجموعة وأسوي تسجيل مرة ثانية.
يعني لاحظوا هنا كملت التسجيل واقدر ارجع هنا واسجل في المجموعه الثانيه. انتم ما تبوا كذا. طيب الخطا انه انا لما جيت انشئ المجموعه انشاتها حبه حبه، فهذا خطا. يعني انتم تبوا مجموعات والطلاب، فايش نسوي؟ طيب حذف المجموعه. الطريقه الاصح ايش نسوي؟ نروح انشاء، نختار وحده مجموعه، نختار تسجيل ذاتي، نحط اسم حيادي، بعدين احنا نعدل في اسمها، نحط نعم، نتيح الادوات، صحيفه التسجيل مثلا، التسجيل بالمجموعه بشكل عام، بالمجموعات لانه كذا مجموعات مثلا، ونحط الوصف اللي عندنا لصحيفه التسجيل او العقد، ونحط كم عدد الاعضاء في كل مجموعه، مثلا حطينا 3 في كل مجموعه، وعملنا عدد المجموعات. أنا المشكلة إنه مثلاً نقول 2 عدد المجموعات ونعمل إرسال. ظهرت عندي مجموعات، أبعدل اسمها. هنا أول مجموعة أخليها الشبكات، يعني مشروع الشبكات، خاصة بمشروع الشبكات. المجموعة الثانية ما هو تحرير، قصدي إنه أبسوي لها تحرير وليس فتح. المجموعة الثانية حسميها التقنيات وعمل إرسال. لاحظوا أنا الآن حكون طالب على السيستم وأوريكم كيف. هروح المجموعات، حيظهر لي مجموعة الاسم العام، وأسوي عرض، حيقول لي هذه المجموعات الصحيفة تبعكم، التسجيل المعلومات، التعليمات اللي وضعتوها للصحيفة، حسوي تسجيل في التقنيات. هرجع للمجموعات، ما حيظهر لي إلا التقنيات، ما حقدر أسجل في المجموعات الثانية. كذا منعته إنه يسجل في المجموعات الثانية، واضحة؟ أوكي واضح، ممتاز. هل لو عملت مجموعتين ثم حبيت أضيف ثالثة، هل سيكون للمجموعة الثالثة نفس الخصائص للمجموعتين؟ لا، أنت اختاري نفس الخصائص، لكن المجموعة الثالثة، يعني دكتورة عايدة سؤالها جدا جميل، قالت لو أنشأت أنا مجموعتين من هنا زي ما سويت من وحدة مجموعة، وقالت تبى تضيف مجموعة أو ثالثة، نسيت وتبى تضيف مجموعة ثالثة، طبعا هي ما حتقدر تضيف من هنا، حتضيف من هنا، حتروح تسجيل ذاتي وتحاول إنه خصائصها نفس المجموعات اللي أنشأتها وحدة مجموعة. واضح دكتور عايدة؟ عشان نكمل نشوف الواجبات. أعطونا رقم 1 إذا كانت واضحة عشان نشوف الواجبات ونعطي وقت كمان للاختبارات. طيب ممتاز، يعطيكم العافية، سهلة وسلسة وما فيها أي صعوبة. حنرجع للسلايد، حنشرح كيف إحنا نسوي الواجب. طيب أول حاجة بوضح مفهوم أو فكرة معينة عن الواجبات، لأنه في كثير من كان في إشكالية في الواجبات. طيب واجب المجموعة، هنا الواجب قد لا يكون بمسمى واجب، لأنه في أعضاء هيئة التدريس لما قلت أنا واجب مجموعة قالوا كيف واحدة طالبة اللي تحل الواجب فين رابط التقييم دكتورة رغدة؟ طيب أبشري رابط التقييم، لأن أنا قلت صح أرسله 12 و10. تفضلي دكتورة، تفضلي. طيب واجب المجموعة هي الطريقة جدا سهلة، لا تخافوا الطريقة سهلة وحت يعني حتلحقوا عليها. واجب المجموعة، أنا لما قلت لوحدة، عفوا لما قلت لوحدة من الدكاترة إنه واجب مجموعة، واحدة من الطالبات تسلم الواجب والجميع يأخذ نفس الدرجة، قالوا كيف هذه فيها غش وفيها؟ لا، أنتوا العمل الجماعي، فكرة العمل الجماعي إنه أنا عندي أهداف من هذا العمل الجماعي، فأكيد أنا ما هخلي الواجب واجب دراسي، أو إنه واجب 1+1=2، أكيد حيكون بحث، حيكون مشروع، حيكون تسليم ترجمة مقال، شيء خارجي لواجب المجموعة، أو ممكن يكون واجب مجموعة كبونس، أو مثلا زي ما بتقول الدكتورة، بس ما حينفع لأنه كل الطالبات حيكون نفس المجموعة. أول فكرة حيكون نفس الدرجة، أول فكرة حتاخذوها عن واجب المجموعة إنه ما حيكون واجب من نفس المقرر، بناء على تفكيركم أنتم ممكن يكون واجب من نفس المقرر للناس اللي ما عندها إشكالية، حيكون واجب يا مشروع يا هذا الواجب حيكون مقالة تترجم، عمل جماعي أنشأه يقدموا لي كبروجكت، فحياخذ نفس الدرجة. أنا سويت المجموعات هذه عشان أفعل فكرة العمل أو فوائد التعلم التعاوني والتشارك زي ما ذكرنا في البداية. واضحة هذه النقطة؟ أعطوني رقم 1 إذا كانت واضحة، ممتاز. طيب كيف نسوي واجب المجموعة؟ بس دكتورة ضحى اللي واضحة عندها النقطة هذه، ولا أنا أقصد في إشكالية في النقطة هذه إنه ما
ممتاز، ما في إشكالية برفع عواطف دكتورة ولاء، ممتاز يعطيكم العافية. طيب كيف نسويه؟ طريقة جدا سهلة، يتم إنشاء واجب المجموعة بالطريقة المعروفة لإنشاء الواجبات، ركزوا معايا، ومن ثم توجيه الواجب لمجموعة معينة من خلال تفصيل التقديم. يعني أنا حروح أسوي واجب عادي، من خلال الواجب حخصصه لمجموعة معينة. في ملاحظة هامة الكل ينتبه لها، سيتم منح نفس درجة الواجب لجميع الطلاب، أيضا طالب واحد يقوم برفع الواجب، مو كل الطالبات يرفعوا الواجب، هي طالب بسمة مثلا وأماني وابتسام وعواطف وعلياء، هي مثلا عواطف اللي ترفع الواجب فرضا، الجميع يأخذ نفس الدرجة عند التصحيح، نشوفها مع بعض. طيب كيف نسوي؟ بس بحط رابط التقييم لأنه كذا انتهى 70% من عند الدورة. طيب كيف نسوي؟ حنروح من القائمة الجانبية، الواجبات ما حتظهر إلا للمجموعة معينة، ما حيظهر للجميع، لا تخافوا. الواجبات نختار التقييمات الواجب أو الأسايمنت، أسسمنت أسايمنت. المنسقة أستاذة سناء القولي بس ما هي موجودة، ممكن تحطي اسمي، تحطي اسمي لأنها هم عندها دورة فما هي موجودة. طيب حنحط اسم الواجب عادي ونكمل عادي، ونرجع عند الإرشادات ونرفع ملف الواجب لو في ملف للواجب، نحط نقاط الواجب كم عليه، ندخل في تفاصيل التقديم. حنروح نوع الواجب، ما هو فردي، ما هو طالب اللي تقدمه، تقديم المجموعة، قدني عندي مجموعات أنشئت، أنتوا أنشأتوا مجموعات الآن، حختار المجموعة الموجه لها الطالب وأعمل بالسهم هذا إرسال، فحتترسل هنا، لو هو المجموعتين ممكن تضيف المجموعة الثانية، وأعمل إرسال وسبمت للواجب وتحديد كل خيارات الواجب. لو دخلتوا مجموعة الشبكات اللي أنا حددتها، حتلاقوا واجبات المجموعة انضاف الواجب الأول والثاني اللي أنا خصصته للمجموعة. الطالبة كيف حتوصل له؟ حتضغط على المجموعة، حتوصل للواجب، من الواجب حتقدر تحل الواجب، حترفع عادي كتسليم واحدة فيهم اللي حترفعه، طبعا حتقولوا لهم في التعليمات إنه واحدة اللي ترفع الواجب وتسلمه وترسلمه بالتصحيح، الطريقة سهلة بالتصحيح نفس الواجبات الأخرى. واضحة النقطة هذه؟ هل لازم يكون عندي مجموعات حتى أعمل الواجب؟ أيوة لازم يكون في مجموعات. سؤال دكتورة ولاء جدا جميل، قالت أنا كيف أقدر أسوي واجب مجموعة؟ طيب دورتنا هي تقسيم المجموعات أولا ومن ثم ربطها بالتقييمات، يعني مستحيل تسوي واجب مجموعة وما عندك مجموعات. الواجب يظهر لكل أعضاء، يظهر لكل أعضاء المجموعة. برافو عليك دكتورة فاطمة، تسلمه عن طريق المجموعة، نعم تدخل عن طريق المجموعة وتسلمه. واضح؟ نشوف عملي كيف نسوي، هل ممكن نفس الخطوات لا الاختبارات تختلف، حوريكم الاختبارات، لكن الواجبات بنفس الطريقة. واضح السيناريو هذا؟ مثلا أقول لكم سيناريو دكتورة عايدة، عفوا دكتورة عايدة حمثل عليك لأنه عجبني السيناريو تبعك، لم يظهر رابط التقييم، لم يظهر رابط التقييم. طيب مرة ثانية أرسله دكتورة سلوى، أتفضلي. طيب دكتورة عايدة إيش قالت؟ عندها 5 بنات اتغيبوا عن الاختبار، التسليم متاح لكل الأعضاء، نعم متاح لكل الأعضاء، لكن تكتب بالإرشادات إنه واحدة تسلم الواجب، لو سلمت الثانية ما في إشكالية حظهر ملفين، لكن الأفضل إنها واحدة تكتبي لهم في الإرشادات دكتورة فاطمة إنه واحدة اللي تسلم الواجب. طيب السيناريو تبع دكتورة فاطمة، قالت أنا أنشأ دكتورة عايدة، أنا أنشأت مجموعة وحطت فيها 5 طالبات متغيبات، وأبغى أسوي لهم مشروع تحسيني أو بونس تحسيني لهم بأي طريقة يحلوا واجب مع بعض ويسلموا مشروع مع بعض. فراحت سوت مجموعة واحدة وسمتها مثلا مجموعة المعتذرات وحطت فيها الأعضاء 5. طيب كيف حتسوي؟ حتروح الواجبات وحتنشئ. إلى الآن في سؤال ولا أدخل أسوي نفس أشرح لكم الطريقة بشكل عملي؟ طيب لما تسلم واحدة حتظهر الدرجة حتظهر الدرجة للطلاب. لاحظي دكتورة فوزية ما في أي سؤال عملي، دكتورة رضية تبغى عملي برضو البقية. لاحظي سيتم منح نفس الدرجة الواجب لجميع الطلاب لأنه واجب مجموعة، طالب واحد يقوم بتسليم الواجب المفترض وليس حل الواجب، هم يحلوا الواجب كلهم لكن بتسليم الواجب. واضح النقطة هذه ولا ندخل عملي؟ في أي سؤال دكتورة ريم أعتقد أو رايم أو عملي دكتورة فوزية؟ الجميع واضح؟ رقم واحد، رقم واحد إذا كانت واضحة، لأنه أنا بيتأخر عندي ما بيوصل. واضح، برافو عليكم. الآن حشارك طريقة جدا سهلة، وحنمشي على سيناريو دكتورة عايدة. دكتورة عايدة كان عندها سؤال بس أنا حشارك وحرجع أشوف سؤالك. طيب حنشوف كيف، حنروح من Share Application، حنختار المجموعات اللي أنا فتحتها، إن شاء الله تكون فاتحة عندكم،
لاحظوا من المجموعات حروح الواجبات، واضحة؟ ممتاز. إيش سويت أنا؟ عندي مجموعة، فلنفترض إن هذه المجموعة اللي أنشأتها الدكتورة عايدة مثلاً، حذف المجموعة، وهذه أيضاً حذف للمجموعة، وعملت إنشاء مجموعة أبخصص هذه المجموعة بالتسجيل الذاتي لطلاب معينين، مجموعة الطلاب المعتذرات مثلاً أو المتغيبين، مجموعة الطلاب المتغيبين، وسويت وصف. ونعم أنا سويتها ذاتي، أنا أبغى تسجيل يدوي وليس ذاتي، لأنه أنا هذه حالة خاصة. مجموعة ممكن تكون ذاتي على حسب احتياجكم، بس أنا عجبني السيناريو هذه، مجموعة الطلاب المتغيبين، وعملت نعم، وتحت الأدوات السماح بالتخصيص أضفت المستخدمين. أنا فقط عندي طالبة في المقرر، ممكن 20 طالبة بس ممكن نقول طالبة واحدة، وعملت إرسال. خلاص هذه مجموعتي جاهزة. حروح للواجبات بطريقة عادية، أروح للواجب، أكتب اسم الواجب، واجب تحسيني مثلا، أو واجب مشروع بديل مثلا بأي اسم، أضع الإرشادات، طالب يسلم الواجب، الإرشادات اللي عندكم، بس أهم إرشادات الواجب اللي اعتدنا عليها، كم الدرجة، وقت التسليم، الإتاحة، أرفق ملف الواجب لو عندي ملف، تاريخ الاستحقاق متى أبغى مثلا، يوم الأحد آخر موعد للتسليم، آخر اليوم مثلا نهاية اليوم، وأكتب لهم هنا أنه نهاية اليوم. أجي هنا تفاصيل التقديم، تقديم مجموعة، حختار الطلاب المتعثرين وأعمل لها إرسال. أول كانت هنا، اخترت كذا كم مجموعة عندي، اخترت المجموعة هذه وعملت إرسال، محاولة واحدة، ممكن أحط محاولتين للطلاب، وحختار لهم مثلا المتوسط مثلا، أو أني أنا حختار آخر المقدرة الأخيرة لأني ما حجلس أصحح كل اللي حملوا لي. جعل الواجب متاح، ممكن أحط فترة عرض للواجب، وأنا ما أفضل فترة عرض متى يظهر متى يختفي، لأنه خلاص في تاريخ الاستحقاق، ممكن تضبطيه بالتاريخ العرض. ونعمل سبميت، طبعا ما حطيت كم على الواجب، مثلا هو مشروع عليه 10، مشروع بديل لأنه ما سلموا مشروعهم الأول، وعملت إرسال. هنا ما حيشوفوا كل الطلاب، هذا الواجب ما حينشاف من كل الطلاب. لاحظوا أنا اسمي على السيستم رحمة، بس أنا الآن الطالبة رحمة، لكن أنا ما حشوفه، ما حشوف الواجب، لأنه أصلا الواجب خصص للمجموعة اللي فيها روزان لو فاكرين، هي الطالبة الوحيدة كانت في المقرر، والواجب خصص لها وهي اللي حتحله. لاحظوا نروح للمجموعات، حروح أدخل على المجموعة أنا كعضو هيئة التدريس، حلاقي الواجب هنا، واجب التحسيني، حتدخل الطالبة، حترفع الواجب وتسوي التقديم وتسلمه وتعمل إرسال. أوكي طيب، كيف نصحح؟ لحظات عشان كيف نصحح؟ أنا عندي واجب هنا، واجب مجموعة باكم تشوفوه، سوينا للصيفي للطالبات، إن شاء الله يكون موجود، كانت مهمة مجموعة، إحنا مقسمين الطالبات لمجموعات هنا بالصيفي، لاحظوا مجموعة واحد، دول طالبات صيفي مقسمينهم، لما جيت أسوي لهم الواجب في المهام أو الأنشطة، كان عندهم واجب لازم يحلوه، طبعاً إحنا كذا مرتبين عشان كان طالبات الصيفي، كان عندنا واجب هنا سويته للطالبات اللي هو إعداد الاستبانات، علمناهم مهارة كيف يسوي استبانات والتقارير، ودخلنا على التحرير، بس بوريكم أنا خصصته للمجموعات لأنه الطالبات ما صاروا فيه عندي. لاحظوا التقديم الجماعي مجموعة واحد اثنين ثلاثة لكل المجموعات، بس كان المطلوب من كل مجموعة مختلف، يعني الواجب واحد لكن كان طلبي من كل مجموعة مختلف، وتم مناقشة بالجلسة بيني وبينهم، يعني أكيد الواجب اللي حيسلموه لأنه هو مشروع، تقدم مشروع كيف تبني استبانة خاصة فيها. طيب لاحظوا الطالبات كيف شافوا المجموعات، دخلنا على مجموعة واحد، أنا أعتقد أني وقفت الواجب، إيه وقفته لأنه كان في مهمة أخرى للطالبات، فلاحظوا هنا في الواجب أنا وقفته عنهم إنه ما يشوفوا لأنه عندهم مهمات أخرى، فعشان ما يتلخبطوا. في الإتاحة هنا وقفته عنهم،
من التحرير هنا جعل الواجب متاحا شلتها عشان ما يتلخبط، وكان عندهم مهام لازم ينفذوها. طيب كيف صححت الواجب؟ رحت عند مركز التقديرات ودخلت على الواجبات، مع عندهم واجبات ما شاء الله مرة كثيرة. لاحظوا في واجب اسمه مهمة الاستبانة، أعتقد في الأخير هو تصحح لهم في الأخير، أعتقد هذه هي. هنا واجبات التحليل مهمة الاستبانة عشانها كثيرة عندهم. أيوة هذه هي المهام. كيف صححت؟ رحت عند أي واحدة من الطالبات، أي واحدة من الطالبات، أنا عندي أسماء الطالبات في المجموعة، ورحت عند محاولة المجموعة واحد، كتب لي محاولة المجموعة واحد، دخلت لاحظوا قال لي أعضاء المجموعة مين؟ أسماء سارة، أسماء شهد، أسماء الطالبات. صححته عادي، حطيت لهم كم عليه، صححته. ممكن لو أنا بعدل للطالبة بعطيها غير، أقدر أحط للطالبة هذه غير، مثلاً هاي لشهد بديها اثنين، وصحباتها بديهم ثلاثة، لأنه أنا أعرف شهد قال لي تجاوز، لأنه السيستم أصلاً مفترض تعطيهم نفس الدرجة، بس أنا قدرت إني أعدل، بس حرام هي اشتغلت معاهم فحعطيها نفس الدرجة، وهذا اتفاقنا من البداية إنه واجب مجموعة. وعملت إرسال فظهر عند المجموعة البنات اللي أسماء ما أخذوا نفس الدرجة، هذا واجب الطالبات اللي سلموا. تصحيح عادي، أقدر أستعرض الطالبات من هنا وأقدر أستعرضهم من تحت كذا التصحيح. إلى الآن واضح؟ طيب في أسئلة؟ هل ممكن أمر رئيسة للمجموعة مسؤولة؟ لا ما تقدري، بينك وبينهم ليدا، من فضلك تعيدي من فين أنشئ المجموعة المخصصة وأربطها بالامتحان. المجموعة دكتورة سمر ما حقدر الحين أشرحها، في عندنا الدورة مسجلة كيف ننشئ المجموعة، لو في وقت هشرح لك في النهاية، بس فكريني لو في وقت. دورات هنا التقييم صح، الدورات هنا مسجلة تقدري ترجعي لها يا دكتورة، لأنه أنا بشرح كمان الاختبار، فلو في وقت هشرح لك، بس فكريني باسمك، خليني أكتب اسمك دكتورة سمر، خليني بس أكتب اسمك دكتورة سمر لو أرجع في النهاية أشرح لك. طيب دكتورة عايدة قلنا لها لا، هل ممكن أعمل جلسة للمجموعة فقط لمناقشة المهام؟ تقدري بس مو داخل المجموعة، لا ما تقدري إنه تخصصي جلسة للمجموعة ما يدخلها إلا المجموعة، لا ما تقدري. طيب رفع عاطف واضح هنا الجميع، الحمد لله للجميع واضح. حنرجع الآن نشوف الاختبار. طيب كيف نخصص اختبار أو نسوي اختبار خاص بالمجموعة؟ مثلا زي ما قلنا مجموعة المتغيبات، كيف أخصص لهم اختبار؟ بنفس الطريقة أعمل واجب عادي، بس في خطوات أنتم بتستعملوها أغلبكم طبقها، الناس اللي بالآداب طبقوا هذا الشيء، لكن في أخطاء بتحصل أو في شيء بيحصل يعني بيسوي خلل بالإنشاء. تخصيص اختبار، طبعا أنا الاختبار سويته، تعرفوا طريقة إنشاء الاختبارات كيف؟ هل في تسجيل لعمل المجموعات في الفصل الافتراضي؟ أيوة دكتورة، إنشاء المجموعات هتكون كل الحقائب والجلسات مسجلة هنا، موجودة هنا دكتورة فوزية، كانت دورتنا أمس. طيب تخصيص اختبار لمجموعة معينة، هتنشئ اختبارك عادي، نموذج اختبارك بالطريقة عادية، وحتروحي النشر وحتنشري الاختبار. لو مثلا عندك اختبار A و B C نماذج اختبار، وقسمت الطلاب بحيث انه في طلاب تعطيهم A وطالبات تعطيهم B وطالبات تعطيهم C، وما تبي تستعملي الكتل العشوائية او البولينج مع مخازن الأسئلة، بس تبي تسوي ثلاثة نماذج من الاختبار وكل نموذج تخصصي المجموعة. فطريقة انشاء الاختبار سبق شرحها، وطريقة نشر الاختبار سبق شرحه. فانت نشرت الاختبار، اول خطوة تعملوها طبعا حنستخدم الاصدار المخصص، سمعتوا عن الاصدار المخصص، لكن في خلل كبير بيصير في الاصدار المخصص، خطوات مهمة لازم تتبعوها. اول حاجة عند نشر الاختبار تأكد من عدم اتاحته، هذه اول نقطة عشان نخصصه للمجموعة، يعني ما نخلي الاختبار متاح، الافيلابيليتي للاختبار ما هي متاحة. تحديد خيارات العرض انه يظهر من كذا لكذا لا تحددوها نهائيا، لانه انتوا لو حددتوا وسويتوا اتاحه وقلتوا هذا الاختبار اختبروا فيه الطلاب وحعيد، لا ما ينفع نهائيا ما ينفع. فعدم الاتاحه، ازاله تواريخ تحديد العرض هو اختبار قديم خيارات العرض، هذه اول نقطه. ثاني حاجه من القائمه الجانبيه بجانب الاختبار، لاحظوا هذا الاختبار ما له اصلا، ما سويته متاح عند تحديد اعدادات الاختبار ولا حطيت خيارات عرض،
رحت عند إصدار مخصص أو أدبتف ريليز للناس الإنجليش، أول ما فتحت حددت خيارات العرض من هنا. إيش اللي بيصير؟ الخطأ اللي بيصير إنه يكون الاختبار فيه خيارات عرض، يعني يكون الاختبار قد أعطته الشعبة اللي قبل ويكون فيه اختبار خيارات عرض، فتيجي هي الدكتورة تحدد خيارات عرض جديدة، يقول لها السيستم لا يمكن، يظهر لها مسج بس هي بتكمل تعمل سبمت. فهذه الإشكالية اللي بتصير، شيلي خيارات العرض من الاختبار العادي وشيلي من الإتاحة، أو شيله من الإتاحة وتعال هنا سو خيارات العرض، متى حيبدأ الاختبار متى حينتهي، نروح في العضوية نحدد المجموعة، لاحظ مجموعة الشبكات والتقنيات، اخترت مجموعة التقنيات، نعمل على طول سبمت. الخطوة الثالثة والأهم، بعد ما سويت سبمت صار الاختبار مخصص لمجموعة معينة، صار مصدر مخصص لكن ما حيظهر للمجموعة. أنا حددت خيارات العرض وأظهرت واخترت، ما حيظهر. إيش المفترض نسوي؟ نروح خيارات الاختبار ونختار متاح، نتيح الاختبار، لأنه أصلاً لو أتحتيه أو لو أتحته ما حيظهر إلى المجموعة نفسها، لكن كونه غير متاح ما حيشوفه حتى لو أنتوا سويتوا أدبتف ريليز. إحنا كذا خلصنا. في أي سؤال في الاختبار حشرحه خطوة بخطوة، وحرجع أشرح لدكتورة كتبت اسمها هنا أعتقد دكتورة سمر طريقة عمل المجموعة. الاختبار أدخل بالاختبار بشكل عملي، حنشوفه بشكل عملي دكتورة فوزية. أدخل للاختبار بشكل ممكن نعمل عملي، نعمل عملي دكتورة عايدة. الآن التقييم هام جدا، لو تكرمتوا التقييم، تقييم الدورة لا تنسوا تقييم الدورة. طيب ندخل عملي رقم واحد، تمام بالانتظار، يعطيك العافية دكتورة سمر عشان تبان يشرح لها. طيب ندخل عملي، الاختبار رقم واحد، ندخل عملي، اختصار تعليمات تكوين مجموعة إذا في وقت. طيب ابشري. طيب ندخل عملي، الأغلب يبغوا يدخلوا عملي. شير أبليكيشن، هروح كروم تاب وحنختار شير، أدبتف ريليز هشرح هذا الحين. أيوة أدبتف ريليز. هنروح عند الاختبارات، ممتاز ظاهر عندكم. طبعا طريقة إنشاء الاختبار بشكل سريع احنا شرحناها كذا مرة بس ما حشرحها لأنه هذه الدورة مختلفة. طريقة إنشاء الاختبار، كنا نروح الاختبارات وندخل على الاختبارات وننشئ اختبار، لاحظوا ننشئ اختبار، وبداخل الاختبار نضع الأسئلة، ثم نقوم عن طريق الرابط اللي فوق ننشر الاختبار، نجي هنا ونختار التقييمات ونختار اختبار ونبحث عن الاختبار اللي نبغى ننشره ونعمل إرسال. هذه الطريقة باختصار. طيب أنا نشرت الاختبار السابق، كيف أفعل فيه الخيارات؟ أول شيء أروح هنا أدخل تحرير خيارات الاختبار، هروح عند الإتاحة، لا هروح عند تواريخ العرض، أنا شلت الصحات منها ما في، ما حيظهر، وعملت سبميت. جيت هذه أول خطوة وهامة جدا، نروح عند تحرير إصدار مخصص أو أدبتف ريليز وليس أدفانس. أدبتف ريليز أدفانس هذا شيء آخر، لكن حروح أدبتف ريليز، طبعا هذا مخصص مسبقا. حددت خيارات العرض إنه حيظهر بكرة الساعة 9 للساعة 10 اختبار المجموعة هذه، واخترت المجموعة الطلاب المتغيبين وحطيتهم وعملت سبميت إرسال. خطوات سهلة جدا، رحت عشان يظهر للطلاب في ذاك الوقت تحرير خيارات الاختبار وسويت أفيلبل يعني إتاحة. من فين إتاحة الاختبار؟ نعم إتاحة للطلاب، طبعا إتاحة ما حيشوفوه إلا بالوقت اللي أنا حددته. كذا أنا الاختبار محدد لشعبة معينة اللي فيها روزان، أعتقد وضعنا فيها روزان، أعتقد أنا ما حقدر أشوفه لو كنت أنا طالبة لأني أعتقد هذيك وضعنا فيها روزان، لاحظ أنا ما حشوفه لأنه محدد بوقت معين، محدد بطالبة معينة هي اللي حتشوفه. واضح إلى الآن؟ ما المقصود بالطلبة المتغيبين؟ هذه شعبة أنا سميتها، الدكتورة عايدة كان عندها سيناريو إن تبى تحط في الشعبة في المجموعة هذه عندها 5 طالبات متغيبات، فتبى تنشئ مجموعة تحط فيها طالبات متغيبات وتخصص لهم اختبار. لا يختبروا، أنت حددتيهم الآن بالأدبتف ريليز، لاحظي إنه هذه المجموعة اللي أنا اخترتها سويت هذا الاختبار، لاحظي الاختبار إيش صار اسمه،
لاحظي العنصر متاح، ولكن إمكانية الوصول قد لا تتاح لبعض الطلاب والمجموعات. صار إصدار مخصص، لأني أنا خصصت هذا، سويت له إصدار مخصص للمجموعة، الناس اللي متغيبين، اللي أنشأت المجموعة فيها وحطيت كانت كذا هي، سحبتهم هنا الناس اللي أبغاهم يحضروا، وعملت إرسال، هم اللي حيشوفوا الاختبار. طيب هل يمكن أن أقدم أكثر؟ ممكن، يعني هذه كمان في حل من الحلول الجميلة جدا. في دكتورة عندنا بالآداب كان عندها إشكالية، المقرر تبعها كان فيه 400 طالبة، فقالت هي بتستخدم البول، يعني هذا السيناريو إحنا سويناه عشان هذه المشكلة، كانت بتستخدم البول عادي وبيسوي لها راندوم للأسئلة وكذا، لكن الإشكالية إنه لما بيجوا يدخلوا الطالبات مرة واحدة بيسوي لود على السيستم، لأنه يعني بيضغطوا على نفس الرابط، فيظهر يتأخر عند الطالب، الصفحة بيضة. طيب عشان تقللوا من الضغط على نفس الاختبار هذا، بحيث إنه تحددوا كل اختبار يدخلوا 10 طالبات مو 50 طالبة، ممكن تسووا 5 نماذج من الاختبار، وبتسووها أصلا في الاختبارات من قبل يعني، فتسووا 5 نماذج من الاختبارات، أو حتى 5 نماذج من الاختبارات العشوائية، وتحددوا كل اختبار للطلاب. واضحة النقطة هذه؟ إحنا كذا خلصنا دورتنا، بس بعيد إنشاء المجموعات الدكتورة سمر، لأنه لسه في وقت. في أي سؤال؟ تقييم قيمته؟ لأنه التقييم إثبات لحضوركم. دكتورة رنا، يظهر لكل، لا يظهر لطالبات المجموعة، لاحظي هذا الطالب ما حيظهر إلا للطالبات اللي في المجموعة نفسهم. الله يعافيكم جميعا، وإياكم إن شاء الله بالتوفيق يا رب. بس بعيد، لو في أي سؤال أنا موجودة بالشير. الصوت دكتورة فوزية. طيب أبشري دكتورة فوزية، بس ارفعي يدك. دكتورة فوزية عندك سؤال؟ ارفعي يدك. طيب أبشري، تفضلي دكتورة فوزية. السلام عليكم. طيب بالنسبة السلام. للآداب التقريريز، أنا صراحة كنت حضرت دورة قبل، بس ما عملت زي خطوات بالضبط، بس ما كانوا قالوا. أنا عملته لطالباتي صراحة، ما ظهر لهم الاختبار. كنت نفس الشيء، بروح اشيل، من اروح للاختبار واشيل الافيلبل واضبطه، وبعدين اروح اختار مره ثانيه ادابتف ريليز، لكن ما كنت برجع مره ثانيه وبعمل افيلبل. يعني هي 3 خطوات. لما بعمل ادابتف ريليز واكون اخترت، طبعا انا ما كنت حطيته صراحه على مجموعه، انا كنت اخترته على اسماء معينه من طالبات بعيد لها الاختيار، اخترتها باسمها برقمها، فتفاجأت انه ما ظهر لها الاختبار وقت الاختبار يعني. فالحين بس اليوم ما شاء الله اكتشفت انه ما كانوا قالوا لنا في الدوره اللي حضرتها من قبل، لانها صحيح، لانها ضروري انها تنعمل الاخيره، بس باكد للي بيعملوا ضروري انك ترجعي مره ثانيه لخيارات اختبار وتعملي افيلبل. صحيح، أيوه. ممتاز، اوكي، يعطيك العافيه دكتوره فوزيه. بالنسبة لدورة الإصدار المخصص، كان إصدار مخصص لكل شيء بالبلاك بورد، الإتاحة للمقررات، للمحتويات، إتاحة للواجبات، إتاحة للاختبارات. في آخر سلايد كان في تنويه عن الاختبارات، فكنا نقول في الاختبار 3 خطوات أساسية عشان يصير له إصدار مخصص لمجموعة معينة أو طالبة معينة. إيش نسوي؟ أول شيء نروح عند الاختبار، نشيل الإتاحة إذا كان في إتاحة قديمة، ونشيل منه خيارات العرض، أول خطوة. الخطوة الثانية، هذا لو كان الاختبار موجود من السابق، لو جديد أكيد ما حيكون في هذه الإعدادات. الخطوة الثانية فين نروح؟ نروح عند إصدار مخصص، نحدد خيارات العرض تبع الاختبار، ونحدد المجموعة والطلاب اللي نبغاهم يختبروا. الخطوة الثالثة والأهم اللي بينسوها زي ما قالت الدكتورة فوزية، اللي هي الأفاليبل، اللي هي إتاحة الاختبار، نرجع خيارات الاختبار ونعمل إتاحة، وحيظهر إن شاء الله للمجموعة المقصودة أو للطلاب المقصودين. إلى الآن في أي سؤال؟ لحظة دكتور سمر، الكل قيم؟ الكل قيم، لأنه تقييم جدا هام عشان الشهادات، بدون تقييم ما كأنكم حضرتوا. لو اختبار جديد أكيد ما حيكون فيه إتاحة دكتورة فاطمة، على طول تدخلي إصدار مخصص وتخصصي وترجعي تسوي إتاحة. يعطيكم العافية جميعا، الله يعطيكم العافية جميعا على حضوركم معنا. الآن حرجع أعيد بشكل سريع كيف ننشئ المجموعات، التقييم جدا هام. طيب دكتورة سلطانة، بشكل سريع لأن الدورة مسجلة، لإنشاء المجموعات هنروح للمجموعات القائمة الجانبية، حيكون عندنا نوعين من المجموعات، في عنوان اسمه مجموعة واحدة وفي وحدة مجموعة.
مجموعة واحدة، يعني أنا أبغى أنشئ مجموعة واحدة واحدة، يعني أول مجموعة بنشئها، المجموعة الثانية بنشئها بخطوة خطوة، وحدة مجموعة حنشئ ثلاث مجموعات مرة واحدة. أوكي؟ طيب، في مجموعة واحدة عندنا تسجيل ذاتي، الطالب يدخل على المجموعة ويسجل بنفسه إذا عجبته. التسجيل اليدوي إنه أنا من ضمن الإعدادات المجموعة هختار الأعضاء الموجودين في المجموعة. وحدة المجموعة بنفس الطريقة، حنشئ مجموعتين ذاتياً، يعني الطالب يسجل فيها بشكل ذاتي، أو حنشئ مجموعة بشكل عشوائي بحيث إنه الطلاب يتوزعوا بشكل عشوائي فيما بينهم في المقرر، أو حنشئ مجموعة تسجيل يدوي أنا أدخل وأحط الأعضاء بنفسي. طيب نجرب من هنا التسجيل الذاتي ونجرب من هنا التسجيل العشوائي، لأنه اليدوي سهل. يعني الذاتي حروح حكتب اسم المجموعة، مثلاً مجموعة الشبكات الداخلية، ححط وصف للمجموعة، هذه المجموعة للطلاب اللي في مشروع الشبكات الداخلية وسيكون فيها اختبار، بكل شيء نفسك فيه تحطيه في الوصف. طيب هنا في خيارات، لأنه التسجيل الذاتي الطالب هو اللي حيسجل بنفسه، هل حتظهر المجموعة؟ لا، الطلاب ما حيشوفوها لسه. نعم، حيشوفوا صحيفة التسجيل اللي زي الكونتراكت، يظهر للطالب ويعمل تسجيل، وحيشوفوا نفس المجموعة، حيدخلوا داخل المجموعة. صفحة التسجيل فقط الطالب حيشوف صفحة التسجيل اللي هي، وبعدين لما يضغط تسجيل ما عاد حيشوف المجموعة نفسها، حتختفي. فحنختار نعم، نتيح الأدوات اللي إحنا نبغاها في نفس المجموعة بين المجموعة الأربع طالبات اللي في المجموعة عندهم بريد مدونات يتشاركوا فيها. طيب صحيفة التسجيل اللي قلنا زي العقد بينك وبين الطالب، إيش الأشياء اللي تبغى تنبه الطالب فيها؟ 1، 2، 3، 4، إنه هذه المجموعة فيها كذا، حتسلم واجب، حتسوي زي العقد. كم عدد الأعضاء في المجموعة؟ نقول 3 بحد أقصى، كل مجموعة فيها 3 طلاب لأنه ذاتي التسجيل، ونعمل إرسال. لاحظي أنا كطالب حروح المجموعات، حختار الشبكات الداخلية، وهنا الوصف تبع المجموعة، حسوي تسجيل، حيدخلني على صحيفة التسجيل اللي فيها التعليمات 1، 2، 3، 4 والوصف حق المجموعة، وسوي تسجيل، ظهرت لي المجموعة بكل خصائصها. لو أنت فقط اخترتي صحيفة التسجيل ما حتظهر هذه. لاحظي في المجموعات خلاص أنا مسجلة في مجموعة الشبكات. طيب نشوف الآن لو نبغى نسوي وحدة مجموعة، هذه مجموعة حبة حبة، لو تبي تنشئ مجموعة ثانية بنفس الطريقة حتروحي للمجموعات، وحدة مجموعة تنشئيها ذاتي أو يدوي. طيب وإنت تبي تنشئ وحدة مجموعة، قلنا حينشئ مجموعات مرة واحدة، حروح نجرب العشوائي بحيث إن الطلاب اللي موجودين في المقرر يتقسموا على حسب ما أنا أحدد، السيستم هو اللي حيقسمهم. حسميها مجموعة لأنها حتاخذ مثلا الثلاث مجموعات اللي أنا حددتها حتاخذ نفس الاسم، حسوي وصف للمجموعة بنفس الطريقة، حخليها ظاهرة، ما في صحيفة تسجيل لأنه أنا السيستم اللي حيقسم الطلاب ما حيسجلوا بنفسهم. الأدوات المتاحة حنيجي هنا، عدد الطلاب في كل مجموعة، طبعا أنا بالسيستم بالمقرر عندي ما عندي إلا طالبة، فمضطر أني أحط طالبة واحدة. هنا ما عندي أصلا، ما حقدر أقول له أن الطلاب الباقين، لو مثلا أنت عندك في السيستم 20 طالبة وقلتي في كل، أو 21 طالبة في كل مجموعة قلتي 4، حيتبقى طالبة، يعني 4 4 4 4 في 5 مجموعات حيكون 20. الطالبة هذه فين حتروح؟ حيحطها في أي مجموعة بحيث إنه يكون في مجموعة فيها 6، أو حيدرجها في مجموعة أخرى، حيفتح لها مجموعة يحطها هي لوحدها، أو إنه ما حيوزعها، أنتي حتدخلي بعدين تختاري لها مجموعة مناسبة. لكن زي ما قلتك أنا ما عندي إلا طالبة واحدة فاختار واحد. هذا أول تقسيم لو تبغى بعدد الطالبات في المجموعة. لو تبغى أنت مجموعة، أنا أبغى 5 مجموعات وقسم للطلاب لأنه عندك 20 طالبة وواحد وعشرين طالبة، الخمسة حيقسمها هو بشكل عشوائي، حيحط فيها 4 4 وبنفس الطريقة. هنا نعمل إرسال، لاحظي سوالي 5 مجموعات، لأنه قلت أنشئ لي 5 مجموعات وقسم لي الطلاب فيما بينهم. مجموعة واحدة حط فيها روزان لأنها هي البنت الوحيدة عندي في المقرر بشكل عشوائي. مجموعة اثنين ما فيها ولا عضو، أصلا ما عندي إلا واحدة، لو عندك أعضاء حيقسمهم. مجموعة ثلاثة وأربعة، أبى أعدل في اسم المجموعة لأنه لاحظي نفس الاسم تقريبا، أسوي تحرير وأغير اسمها مثلا مجموعة مشروع الأمن السبراني مثلا،
ونعمل رسالة بنفس الطريقة تحرير المجموعات الأخرى. لو نبي نحذف كليك يمين عليها إجراءات مجمع وحذف المجموعة، أو من القائمة الجانبية حذف للمجموعة. طيب في أي سؤال؟ الله شكرا، يعطيكم العافية جميعا. اسمع التسجيل بإذن الله، ولو في استفسار رح تواصل. يعطيكم العافية. رابط التقييم دكتورة فاطمة، الله يعطيك العافية أستاذ، يعطيك العافية جميعا، يعطيكم العافية جميعا. أسعدني تواجدكم. لو الامتحان فوم، الامتحان إيش؟ ما فهمت قصدك. الفوم واحد. ما فهمت قصدك. لو الامتحان إيش بالضبط دكتورة سمر؟ نموذجين. لو الامتحان نموذجين وعندك كذا مجموعة. يعطيكم العافية جميعا، يعطيكم العافية دكتورة مها، بروف تحية. شكرا لكم جميعا دكتورة ريم، دكتورة مريم. تم التقييم، أهم شيء التقييم، لأنه التقييم إثبات لحضوركم. يعطيكم العافية جميعا. سؤالك دكتورة سمر، دكتورة سمر، لو أنا عندي هذه المجموعات فعليا فيها طالبات وبخصص لكل مجموعة اختبار خاص، فالمفترض يكون عندي 1 2 3 4 5 6 7، طبعا في كل مجموعة 5 طالبات 4 6 على حسب ما حطيتي انت، او على حسب ما قسمت، او على حسب اختيارك للمجموعة. هنا 6 مجموعات، المفترض يكون عندك 6 اختبارات عشان تخصصي لكل مجموعة اختبار. فحتروحي كليك يمين اصدار مخصص، لاحظي حطيت الاختبار تبعهم يبدأ من الساعة كم للساعة كم وينتهي متى، حتى بالوقت. هنا المجموعات كلها، هذا الاختبار خاص بمجموعة الطالبات المتعثرات مثلا، ما أبغاهم، أبغى بخاص بالمجموعة رقم 1 2 مثلا، وأعمل سبمت. بنفس الطريقة أسوي الاختبار الثالث والرابع الخاص بالمجموعة الثالثة الخاص بالمجموعة الرابعة. واضح دكتورة؟ أيوة. تقسميهم مجموعتين في كل مجموعة 15، وتسوي اختبارين، الاختبار الأول للمجموعة الثانية والاختبار الثاني للمجموعة الثالثة. إلى الآن واضح؟ واضح دكتورة سمر. وأبغى أنشئ مجموعات وأسمي كل مجموعة وفقا لموضوع أو اسم الموضوع، هل أنشئ كل مجموعة على حدة؟ ممكن، يعني هي أصلا وحدة مجموعة لتسهيل الإنشاء فقط. ممتاز، يعطيكم العافية جميعا. أسعدني تواجدكم دكتورة أسمى، إن شاء الله واضح. التقييم جدا هام. يعطيك العافية أستاذة داني، يعطيك العافية، حياك الله معانا أستاذة داني مديرة وحدة التدريب، حياك الله، يعطيك العافية على حضورك. أغير اسم المجموعة ما ضبط من التحرير، لاحظي معي، تغيير اسم المجموعة من المجموعات الشبكات مثلا، تحرير من التحرير، حقدر أغيرها هنا مثلا، أغير اسمها مجموعة مشروع الإحصائي، الإحصاء، مشروع الإحصاء مثلا، وأعمل إرسال. أحضي تغير، كان اسمها مجموعة الشبكات وتغير. بنفس الطريقة باقي المجموعات حاولت أغير كل مع بعض. هذه بوحدة مجموعة، وحدة مجموعة قصدك، يغيرها حبة حبة. لاحظي هنا هذه سويناها بوحدة مجموعة، أقدر أغيرها من هنا، تحرير المجموعة، أقدر أغيرها من هنا، هي سويتها وحدة مجموعة، مجموعة نظم المعلومات مثلا، وأعمل إرسال. تغيرت رغم أنها أنشأت بشكل واضح. إلى الآن واضح؟ إحنا كذا خلصنا. يعطيكم العافية جميعا، أسعدني تواجدكم.